الله 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 فرقها يا ست مها. نعم في ايه؟ حضرة عباس افندي مبوظ على المحل لتر ونص ايتين. يا خبر ازاي؟ سايب الازازه مفتوحه والفيلا جنبها. اخ المطيور المنطوش ابو عقل مفكوك. الحوا غطيها يا اخي غطيها. بعد ايه؟ بعد ما طار نصها؟ النهايه فيها وبس. الراجل ده انا مش عارفه مخه معمول ازاي. يعني لو كان طب دلوقتي واحد منهم وشاف الحكايه المزفته دي. اي حكايه مزفته؟ لا هو كل حكاياتكم مزفته، انهي فيهم؟ لا ده بس يا عباس افندي. بس ايه؟ عباس افندي سوى عليه غطي ازازه الاتير. عال وطارت طبعا. الراجل ده خلاص انا طقيت منه، انا حطيت صوابعي منه في الشعر. مش قصدها طبعا يا سعادة البيه، أصل امبارح حركة البيع في المحل كانت زحمة شوية و المسكين كان عيان ورابط عينه. وجع عينه وصاصة الدب في لن عينه، المفسد المتلف. قعد لتر ونص وتير طاروا في الهواء. أنت وشفته يا سعادة البيه؟ شقيان غلبان مش مالك يورش. هرسك عفريت أنت الآخر. كل واحد عامل لي محامي عن التاني. شيلني وشيلك، اخدمني بلقمة اخدمك برغيف، والمحل في 60 داهية بقت كية ورثتوها عن أبوكم. مرجع للتنابل عشان اخر كل شهر تمد ايديكم تاخدوا البلا الازرق تضربوه في جيوبكم، والمحل في 60 داهيه. الله يا سعاده البيت. بص يا عينه فرصه، يا صواعه الموظفين، يا بضله. مالك يا اخويا محمود قوي كده ليه يا حسن؟ بريه يا اخويا في ايه؟ نقب بالمغفل الزفت الاطران. اطران اطران مين فيهم؟ ما الاطران عندنا كتير يا اخويا. اطران نمره كام؟ المكذوب المكسوف. عباس ماله يا اخويا؟ عباس سبع ازازة الاوتيل مفتوحة. اتفرج يا اخي على البلاوي، اتفرج. وتزعل نفسك انت علشان ايه؟ ما تزعلش نفسي ازاي يا حواجك؟ وايه؟ هي ايه؟ لتر ونص اوتيل طاروا في الهواء. وتحور دمك انت علشان ايه؟ سيبك ولا يهمك. ولا يهمني ازاي؟ هو مال حراميه؟ البضاعه دي بنلاقيها على التل؟ اديله 50 قرش خلاص. بس طول بالك يا حسن بيه يا اخويا، طول بالك. والله لا يمكن. انا لازم اعرسه في عصفوره قلبه، ماهيته عنده اغلى من عصفوره قلبه، انا اعرسه في ماهيته. بشويش يا حسن بيه يا اخويا. يا سلام يا خواجه كوهين، يا سلام. بس طول بالك، هو الايتير اللي طار ده تمنه كام؟ تمنه علينا 80 قرش. مش علينا، تجاري للزبون يعني كام؟ للزبون 120. عاد احنا نعمل له اكرام بصفته مستخدم عندنا. الطيبات لله يا شيخ، ينزلوا له تنزيل 20%. قايلي عليه غرامة جنيه. يا خواجه كوهين حرام، ده راجل على قدته. هي اللي هي كلها على قد ايه؟ اسكت انت من فضلك، اخليك بشغلك انت. ده كله لمصلحته، كله لفايدته، لازم يتربى. احنا على يا بخت من بكاني وبكي عليا. احنا زمان علشان يعني نضحكوا، بكينا زمان كتير، خليه يعيطوا شويه. والله يا سعاده البيه هو بيعيط من الدنيا لوحده، ملخوم ومنتوش يا سعاده البيه من كل ناحيه. وابن حلال يا سعاده البيه، والزباين كلها بتحبه. هو كده يا سعاده الحمار بيه؟ يا ولد قصدي اقول يا سعاده البيه حمار. قصدي اقول يا سعاده البيه انه حمار شوب. جاتك القرف في ملفظك. اهين كانت دي ولا دي زي وشك. اتلاقي انت شوف شغلك، الازايز المبحتره، التراب اللي على ايدك. حاضر، او الضب اهو كده. جنيه غرامه هيفور دم اسلافه، مش تفور دمك انت علشان خاطره هو. ابويا الله يرحمه كان يقولها لي كلمه حكمه، يا ابني يا كوهين اجتهد دايما انك تفور دم الناس
ولا تملكهمش انهم يفوروا دمك انت. ادي سياسة الناس العقلة اللي ملكوا فلوس الدنيا. وانت يا اختي، انت يا حبيبتي افندم، ايه حكايتك يا اختي؟ انت عاشقة يا اختي؟ لا بتسكري. انا عشان ايه خالكوا هين؟ ايراد المحل امبارح كان 16 ساغ ونص. ايه 16؟ 16 ونص؟ ايه؟ هو احنا ايه بنبيع ترمس؟ انا مين قال كده؟ مش دي الجمعية بتاعت حضرتك؟ ايه انا متأسفة، هي 1600 ونص. نسيت انا صفرين. انت في شوية عملي معروف. هذه خامس مرة بنمسكولي غلطات زي دي. دي ما اسمهاش غلطة اخوان الكهين، حكاية السفرين. حكاية السفرين ما اسمهاش غلطة؟ تعرفي الفرق بينك انت وبين اي مليونير يطلع ايه؟ يطلع كتير قوي. ايش جاب لي جاب؟ ايوه وحياة ابروكي. الحكاية كلها 7 8 9 تصفار وبس. الفرق بين ميزانية البنك الاهلي وميزانية بيتكم العامر 10 15 20 0 وبس. اللي يتهاون يا اختي تعالي هنا، تعالي خدي بقية الدرس. اللي يتهاون ب0 1 على اليمين يصبح هو 20 0 على الشمال. ده كلام خدناه عن جدودنا الله يرحمهم بقى، كانوا اعقل منا بكتير. خلاص الدروس؟ ايوه. يا اختي بتنفسي؟ ايه يا سمحه عملتوا ايه في البيت يا اختي؟ عنيد يا بابا، دماغه زي الحجر، مش راضي ياخد الشربه، مش راضي. وفي الاخر نسيت على ايه يا اختي؟ سيبناه، يعني هيجرى له ايه؟ بونجور يا حسن بيه. بونجور يا سمحه، ايه الحكايه يا فاجر وايه؟ الواد زكوه ابن الصغير قطع العيال وخلفة العيال في ايده نص فرنك، حبة امه تاخده منه راح بلعه. يا خبر والله يا اخويا. ومع ذلك ما تخافش يا خواجه كويت، هو النص فرنك هيروح فين؟ محفوظ يا خواجه محفوظ. مش الفكره انت راخد صبح تقفش وبالك رايق قوي، انا خايف لا تكبر ويا الواد ويستطعم الحكايه. النهارده بلع نص فرنك، بكره يبلع نص ريال، بعد منه نص جنيه ويخرب بيتي. وماله يا اخي، على الاقل يطلع لابوه. انت يا ما بلعت. ايوه بلعت من فلوس الناس مش من فلوس اهلي. وفاتك بالمسير والله. ايوه يا فندم. ايه اللي عندك يا حاجه؟ ده ولا حاجه، بسيط بتجيلي كتير. الله يقطع السمك على سنين. السمك سمك سمك ايه يا اخويا؟ عندي ارتكاريا ومنبه عليا الحكيم، ما كلتش السمك. طب ويعني؟ لكن بحب السمك يا استاذ. اوان من منزل اوان. يلا يا عطيه. مقفوله مدمازيل، مفتاح مع عباس افندي. ما تقدرش عباس يا حبيبي، تقول له هات منه المفتاح. يجيب منه المفتاح، ما هو لسه ما جاش. لسه ما جاش. فين حبي؟ فين رايح؟ فين ما جاش؟ في بيتهم يا سعاده البيت. بيتهم في بيتهم. عباس افندي لحد دلوقتي لسه في بيتهم. هنعمل له ايه يا حسن يا اخويا؟ هنعمل له ايه؟ سيبوا بيتهم دلوقتي. انا مشوي، انا والع والله والع. الله يخرب بيتهم. اوام اوام اوام. لكن يا اخوان انا ما كنت السمك وبهرس ليه مش بارد. يا نهار اهوي. يعني كويس كده النطع الجبان ده ما يتعيش قطع قبته؟ معلش يا عزيز. يسيب المحل كده يرن لا يبعت ولا يعتذر؟ هو ملوش حد ابدا يتاخر يا سعاده البيه، حتى احنا متوغشين عليه. يقول يعني جرى حاجه في السكه وطرمبيل ترماي. ترماي؟ الجبله دي يدوسها ترماي؟ ده الترماي يطلع من الشريط على الطلطوار عشان يهرب من جدته. ترماي ترماي بيلملم بيرمم. لا والله يا سعاده البيت، الترماي اليومين دول بيستنضف صحيح. ازاي؟ كان هيدوسنا انا امبارح. ده لازم ترماي اعمى، ترماي خربان. انت عربيه كرو ما تستعناش فلوسك. الحمد لله. اديله 50 قرش غرامه على التاخير ده. لا ترميهم تقطعهم تلبسهم عليا، انا مش عايزاهم. انت فاهم؟ لا ما بغير فين على طول. بونجور يا سيدي. زعلانه من ايه؟ غلاب ده شيء. تصوري ما فيش في البلد كلها خياطه واحده عارفه تعمل لي فستان مظبوط. بون
بونجور كوكو. يا صباح النور، يا صباح العصافير، العصافير المزقزقة، يا صباح الوجد المفتح. اهلا اهلا. ايش جابك دلوقتي؟ والله كنت عند الكوفير وقلت بالمره افوت اسلم على سامح. والضيوف اللي في البيت يتفلقوا؟ يتفلقوا يعني ايه؟ هم قاعدين مع ماما. هم جايين علشان ماما ولا جايين علشانك انت؟ علشاني انا، انا مش عايزاهم. انا ما قلتلهمش يا بابا يجوا علشاني. سامحه اوعي يفوتك الفيلم الجمعه دي في سينما مترو جنان، انا هشوفه مره تانيه حلو قوي. والله يا اخي انا هطلع من هدومي. مالك يا حسن بيه يا اخويا؟ انت النهارده متنفس قوي كده ليه؟ ماشي اسماعيل بيه اديك عارفه ده جدع شرمان سيمباتيك. ماله يا اخويا؟ ابنه الاستاذ احمد اللي متربي في سويسرا. حاجه ما فيش كده، ماله باخر يا اخويا؟ النهارده في ميعاد، ابعت والدته واخواته عشان يشوفوها وهي قاعده تتفضل زي ما انت شايف. لا 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 لا، وهتلاقوا زي ده فين؟ هو ده من الشبان اللي يتلاقوا كل يوم؟ ده نقطه، ده حتة بومبوني. حتة بومبوني؟ دوروا على حتة بومبوني زيه يتجوزها. ودور ولقاك انت يا أمورة. لا لا لا، أنا ما ينفعنيش، أنا لا لقطة ولا لقية ولا بومبوني ولا حاجة أبدا. أنا عايزة عايزة حاجة من السنة، عايزة حاجة مش موجودة على الأرض أبدا. انت فاهمة ايه؟ ما خلقش زيك؟ ما فيش من عيلتك؟ إذا كنت متضايق مني يا بابا فهمني، بلاش تلغيزها كل ساعة والتانية. إذا كنت أنا حمل على كتابك أترمي خلاص مطرح ما تحب. أنتهر أتجوز أتفلم. متفلم؟ شفتك نعمل زي ده؟ مش كده؟ عيال صغيرين عقدهم صغير أنت الآخر. إحنا مش في كده يا أخويا. إيه؟ أنا في حكاية مرقص أفندي. الملكعة في 30 امضة ما تخشش عليا. طب أنا حابب أكلمه. لا مش تكلمه، لازم نقفوله جامد. الملفات الاسيوطي دي ما تخشش عليا. طب انا هقول امان ده كلام فوق. وانت هات الحسابات بتاعتك الملخبطه دي عشان انت بتولد. يلا يا الله سلام فارق. ايه بغداده ولا صحيح مش عاوزاك؟ بس يا شيخه بلاش كلام فارغ، هما فاهمين ايه؟ الدنيا بتاعتهم كده على طول، كل ده حاضر، البسي ده حاضر، اتجوزي ده حاضر. ايوه يا سوسو، لكن احمد ده شاب كويس قوي. جايز ويمكن يكون احسن شاب موجود في الدنيا دي كلها، واذا سابوني على حريتي ما كنتش اخترت غيره، لكن مدام هما اللي اختاروه خلاص انا مش عايزاه. امنتي احوالك كده. انا الكابريس بتاعي كده، الجنان بتاعي كده، مزاجي عندي اقف وش الجماعه القدام دول بيحسدونا على الزمن اللي احنا فيه، ما شافوش زيه. ماما خدت بابا الزام، ضريبه، امر العيله، امر عسكري، اشمعنى هي كده وانا لا؟ لازم ابقى زيها عشان نبقى خالصين. لبسينا مش عاجبهم، مفور دمهم قوي. طبعا زمان كانت الواحده من دول طولها في عرضها في رجليها في دماغها ماشيه بالسكه زي عربيه الكرومب تمام. النهارده في وسط، في شياكه، في موضه، ليه؟ اشمعنى نتنصف احنا ويتخبلوا هما؟ لازم الخيبه تكون واحده. ستات زمان عايزين ينتقموا من ستات دلوقتي، وبرضه رجاله زمان عايزين ينتقموا من رجاله دلوقتي. الشاب في ايامهم يا سمحه كان ياكل 30 علقه لحد ما يلمح في الضلمه خيال واحده ست. النهارده الشاب من دول بيشوفوا في عز النور، ايده في ايدها، كلمه حلوه، ضحكه لطيفه، بيتجننوا. ليه هم ما شافوش كده؟ واحد طول عمره بياكل جميز، شاف غيره بياكل مانجا، ليه لازم ياكل زيه جميز؟ الله، طب ما تاكل انت زيه مانجا. لا المانجا وحشه. هي مش وحشه، هو اللي مش قادر ياكلها عشان سنانه واقعه. يا ماما النبي تجعل الفرح سكتي. النبي يا رب تهدي الشباب اللي في الدنيا كلهم كلهم. سعيده يا امامير. اهلا يا ست. ها ودي قاعده. ايوه كده، روحي ردت شويه، السكك بقت يا حفيظ يا رب. يلا الناجة، الواحد عشان يخطي من رصيف لرصيف عايز له نص ساعه. احنا هنمشي على الارض ولا هنطير في السماء؟ ايوه صحيح، المواصلات اللي من دول بقت حاجه صعبه. ينعمك ربنا بالهنا والمنى يا حياتي. ميرسي كتر خيرك، اي طلب اي خدمه اخدمك ان شاء الله في المسرات يا روحي. الله يحفظك. حضرتك يلزمك حاجه؟ لا يا ستي ما نستغناش. من فضل حضرتك هنا محل شغل، ما عندناش وقت عشان نضيعك، انت فاهمه؟ طب يا ستي بالهداوه، كل من هو عنده اللي يشغله. فين الدلعاتي عباس افندي؟ عباس افندي مش موجود. اعملي فيا ثواب يا اختي وقولي لي فين عباس افندي. يا ست مش موجود، مش موجود. الله، وبعدين بقى في النهار اللي زي بعضه ده. يا عباس افندي ايوه طلعها بره. يا عباس افندي اختفي. ايه ده؟ اطلع لي يا عباس، انا ما كنتش من الكلام ده. دول 60 قرش عمري مدوخني عليهم بقالك 16.
تفضلي من هنا، خرجي تفضلي. اتفضل خش الحمام المحمر اللي قدامي على الصينية. حول هو فين؟ حضرتك عايزة حاجة من عباس افندي يا ست؟ 60 قرش يا ست، مدوخني عليهم بقالهم 6 اشهر، واخد بيهم 5 تجواش شربات و6 فانيلات و9 مناديل. يا سلام، كله دول ب60 قرش بس؟ ايوه حياتك. إيه؟ انا خالتك ام تنتن دلالها في لايف، اخش بيوت الناس الكبار. ام تنتن اسألي علي طوب الارض، اخد تحت الحساب ولا بيعبه او عرضه اول باول. والله متأسفين، المحل ما بيطلعش شكوك. وبعدين بقى يا حول الله يا رب، مسدودة من هنا ومن هنا. النهاية ما انتش عندكم حاجة؟ ما وقفش مني حاجة يا ست؟ انت عايزة تتبلي علينا حاجة ايه؟ طب ما تزعلش، فضتك بعافية، فضتك في برميل يا سمخلل. بس الله يخيبك، حرمة شلع صحيح. طب علي يا رب، طوب طوب، لو كان خلاصي من ايديك لم نعل مكتوب يا عفو لو النبي. صي يا ولاد الايه، انتوا قاعدين في تياترو وفندي ايه العرق بتاعكم ده اللي شكرين بتاعه متنتن؟ هو كده عباس ده بني ادم عجيب، عيشته بايظه خالص. سلام عليكم. عليكم السلام. بونجور يا حضرت. نعم، هو الافندي الابيضان المسمسم اللي بيبيع هنا؟ ايوه عباس، مش موجود يلزم خدمه؟ انا كنت قريت اعلان في الجرايد عن دواء بيبيعوه هنا، اسمه يا ستي اسمه ستوسيد بتوسيد. ان ستوسيد؟ ايوه ده هايل جدا، اكبر مبيد للحشرات ثم زعاف للصراصير. ما انا اشتريته عشان كده، انها بقى مع الاسف. اسف ايه؟ ده اهم مستحضر من نوعه، ده مجرب في كل البيوت. يبقى بختي انا طلع وحش في العلبه اللي اشتريتها. العلب كلها واحد جاي، لازم بقى على كده نوع الصراصير اللي في بيتنا للطعامين ضد الدواء ده. الطعامين ازاي؟ العلبة دي مش من عندكم؟ أيوة، لكن دي مش عشان الصراصير. أمال عشان إيه؟ دي فانيليا. فانيليا؟ يعملوا بقى إيه الفانيليا دي؟ يعملوا حلويات مهلبية بلوزة. بلوزة؟ لا حول الله، تدوني بلوزة أوكلها للصراصير؟ أتريهم دلوقتي فهمتها، كان الصرصار منهم قد كده دلوقتي بقى قد كده، كانوا 10-15 دلوقتي العدد في الليمون بياكلوا بلوزه. انا متاسفه جدا وارجو حضرتك ما تكونش زعلان. لا يا ستي ولا حاجه، بس من فضل حضرتك تقريها كويس، تقريها تاني لاحسن نبايه تطلع بقلاوه يتخنوا زياده ويناموا في حضننا. سلام عليكم. بلوزه؟ لا حول الله يا رب. ايه طول النهار كده؟ انا مش مروحه النهارده. ازاي تحصل غلطه زي دي؟ ازاي هي غلطت من اولها؟ بك متسيد الله عبس بنت معذور، الشغل عليك كتير، قدامه طلبين، حته الفانيليا مطرح الصراصير وصراصير مطرح الفانيليا. انت بقى الله اذا رشاها الزبون على حلويات وكل منها وانشال على الاسعاف ويجيب لنا ده. دي حاجه انا ما اعرفهاش. اقولك ما تقوليش كده يا جدع، هو عمد الوزير جاي ومعاه واحد شويش. شويش؟ جاي رسمي. مسلمينك ليا تبقى في حراستي، انا علي امر لازم انفذه. عايز اعمل لك ايه؟ افرد لك بساط؟ امسك لك سنسيه؟ امسك لك صحبة ورد؟ ما قلناش بساط ولا صحبة ورد ولا شمسية، بس يعني انا وسيادتك ماشيين في شارع عمومي محلق عليا شمال ويمين، ايه هنط انا ههرب منك في السكة؟ هي العبارة ايه بس؟ الشخص ده بيشتغل عندكو؟ هو دهيتك ايه؟ دهية منيلة، حاجات تطلع من الارض عشان تحرق في دمي، عشان انا ما استريحش في الدنيا. ما هو ازاي استريح انا في الدنيا؟ ازاي ازاي؟ ما تتكلم، عملت ايه؟ بطحت حد؟ عورت حد؟ عورت ايه؟ انا فيا حيل يا ست هانم، وانا ماشي في البلد ايه؟ فتوة عصبتي؟ سرقت حد؟ ما تتكلمي كويس انت الاخرى، سرقت ايه؟ امال دلوقتي مقبوض عليك ليه؟ مش مقبوض،
سايب اهو سايب. سايب؟ امال العسكري ده ايه؟ ياور؟ لا مش ياور، حرس. عشان في شويه دوشه هناك في النيابه. نيابه؟ ايوه. اه لازم حكايه الفانيليا. قول لي يا حضرت، هو الراجل حصل له تسمم؟ لا يا ست هان، حصل له وفاه. خبر وفاه؟ احنا ملناش دخل، لا فندي ده ما نعرفوش. تعرفوش ازاي؟ لا ما نعرفوش. يلا فوت قدامي. استنى من فضلك، ما تعرفوش ازاي؟ ما بشتغلش عندكم هنا. تبقى الغلطه غلطتك وعايز تجيب مصيبه للمحل. ايش جاب المحل؟ انا جبت سيره المحل. عقلك طاير من دماغك، مجنون، ما حد عارف، بتحب ما حد عارف. واحد يطلب منك دواء للصراصير تديله فانيليا، فانيليا تديله دواء للصراصير ياخد اجله. الكلام الفارغ بتاعكم ده، انتوا ايه جرالكم حاجه النهارده ولا ايه؟ انا يا جدعان حكايتي فيها صراصير؟ لا، واحد صاحبي انما رزل تلقيحه اعرفه من 7 سنين، قرصني في كل حاجه، هدومي، لقمتي. امبارح عشان بختي كويس، عشان حظي المعتبر، شرف جنابه في بيتي انسته، اتعشى معايا بكل شهيه، وكانت نفسه مفتوحه قوي في امان الله، اتلقى احلام ما امشي تاني. ما امشي تاني؟ ما امشي تاني ازاي؟ كده هو حر، هعمل له ايه؟ راحت عليه لومه طوالي. طوالي؟ اه مات. وعيتك سودا. سودا ليه وبني ليه وكحلي عشان ايه؟ انت لا مش انا، هو ربنا هو اللي موته، ربنا هو اللي خده. امال دلوقتي ماسكينك علشان ايه؟ ما هو ده الشيء اللي مجنني. تقدر سيادتك دلوقتي تقول لي ماسكني انا علشان ايه؟ في الاحوال اللي زي دي يا ست هانم بنتخذ اجراءات احتياطيه، جايز يكون مزاحمه على وراثه، حد من قرايب المتوفي تدعي انه كان يحمل مبلغ. يحمل مبلغ؟ ده عمره ما كانش يحمل رغيف عيش. قليزه قيمه، ساعه سمينه، خاتم مرصع، اه عزبه مطبقها في جيبه، ابعاديه شايلها تحت باطه، ده كان سالب منا 4 ساق قبل ما ينام. الله يسامحه بقى، خدهم وفك على الاخر. اعتبارات ما نعرفهاش، الكلام ده تقوله في التحقيق. يلا نجر قدامي. يا استاذ استنى. خد قدامي. من فضلك استنى. الشخص ده تعرفوه؟ طبعا بيشتغل عندنا. يعني صاحب المحل مستعد يضمنه؟ بكل تاكيد اذا كنت تحب. انا لا لا، صاحب المحل نفسه شخصيا. طيب مفيش مانع. عطيه. نعم. وصل حضرتك للبيت. اتفضل. اسمع يا اخينا، ما تتنقلش من هنا لغايه ما تمم الاجراءات. حاضر. انت سامع؟ حاضر. اتنقل ايه؟ اتنقل اروح فين؟ ما انا متنيل هنا. اعوذ بالله، الناس تخش لهم الضيوف بسبت مانجا بقفص فراخ، انا يطب عليها كابوس يبات ويتسمم بلاش ويموت الصبح. ما هو الحق عليك انت يا عباس يا فندم. حق عليا في ايه يا ست هاني؟ هو انا ما عشيتوش؟ هو الراجل مات من الجوع؟ تدخل في بيتك واحد زي ده عشان يموت عندك ليه؟ ما دخلتوش، ثم ما قاليش انه هيموت، ضحك عليا واستخفني ومات من بره بره. انا افهم اللي ضايق ويطلع فيها ده، يدفع عبد اللي عليه مش يلبس شكوك. شكوك؟ شكوك؟ مين مقصود بكلمة شكوك دي؟ ها؟ شكوك دي معناها ايه؟ انا بدي افهم. ها؟ والله ها؟ ايه؟ بسلم لي على مديرة ام. تطلعي ايه مديرة ام دلوقتي؟ بص تصدق. مترتم قال، ومع ذلك ايه دخل الناس في هدوم الناس؟ مترتم. ولا حاجه. بص على ايه؟ ولا حاجه. بتعمل ايه عندك؟ بصلح السموكي. تسمحي؟ لا بلاش. ايه ايه ده؟
ايه اللي بترميه عندك ده؟ المنجاية اللي اديتها لي امبارح. ودي لك بايدي منجاية ترميها في السبت؟ معطبة يا عباس افندي معطبة. وماله يا اخي جرى ايه؟ لما تكون معفنة حتى، لما اكون جواها عارب وتعابير. اديتها لك بايدي، بايدي. اظن يعني من باب الذوق، من باب جبر الخواطر. تحتفظ بيها يا اخي، مش ضروري تاكلها، حطها هنا في شعرك. انا لما حد يديني توبة من الارض اخاف لينجرح احساسه وارميها في الارض. انما انت بقى ايه؟ انما انت حاجة تانية. ازاي بقى؟ والله شايف روحك حلو وصغير ودلوع وشعرك اصفر ايوه اضحكوا انتوا، اضحكوا اضحكوا اضحكوا. طبعا تضحكوا، ما تضحكوش ليه؟ معلش اخص عليك يا دنيا اخص. الله يرحمك بقى، الله يرحمك ويحسن اليك. مين هي دي يا عباس؟ مش شغلك يا حيشه انت يا بارد. امشي يلا غور. خلاص هغور خلاص. انا تكون عايزني انا جوه، ما انتش عايزني فخلاص. طبعا طبعا تضحكوا، ما تضحكوش ليه؟ انا كان ممكن يبقى لي 10 20 30 محل زي محلكم ده، بل محلكم ده كان يعتبر جنب واحد من محلاتي انا، زي كبابجي سريح جنب مطعم قد كده. يا سلام يا سلام، والبشبشه الهايله اللي بتتكلم عنها دي من خير حضره الوالد؟ لا حضره الوالد يا اختي، ما انت عارفه مات على البلاط. من خير اخو حضره الوالد، سلامه بيه حرك عمي. اخ ابويا لازم عايش لسه ما ماتش، اسالوا عنه في المنصوره، عمرات ومحالك وابعديات. لكن معلش بقى، الله يرحمها ويحسن اليها. هي مين دي يا عباس افندي؟ اللي خلفتني للمر بتاع ابوكي وابوها. ام سياده. ام سياده والبعزقه والبحتره. انت بتتكلم على عمك ولا على امك؟ بتكلم على الاثنين. حب الراجل عمي يتلم عليها بعد وفاه المرحوم ابويا، ما عندوش اولاد. انا في وسطهم كنت حابه زي ابنه الوحيد، لكن مستحيل اتجوزه يا ابني، مستحيل اتجوزه. ليه؟ وش يا اخويا مش قد كده. كان لازم الدرك جيبل عشان يمر معاها في الامتحان. خلاص يا خينا، انت هنا من الاجراءات، تقدر تقعد وتستنى وتشوف شغلك زي ما انت عاوز. متشكر يا سيدي. لا مؤاخذه، احنا علينا اوامر بننفذها. لا انت ذنبك ايه بتأدي الواجب اللي عليك. متشكر. سلام عليكم. مع السلامه يا سيدي. انا بقى يا سيدي، مع السلامة استهدف. أجيب لي التاكسي حطول. لا خليك مستريح يا عباس افندي. يا كنت حلوة برضه، يلا شوفوا شغلكم. ترتم يا سلام، جمال واخد حدوده، فرعنة والله العظيم معاها حق. أنا لو كنت بالحلاوة بتاعتها دي كنت ألزق الناس على قفاهم في الشوارع. تعالى هنا يا سيدنا افندي. وش الأذية. أنا عشان إيه أوسخ إمضائي وأعرض إمضائي لواحد مشبوه زيك؟ مشبوه؟ ليه أنا أعرض إمضائي للتوثيق في المحاكم وفي النيابات؟ نيابات ليه ومحاكم إيه؟ هم ظابطيني بقرب حشيش. ما يجيليش من وراك إلا وجع التماس. أنت عارف الشريطة حطيبة بكام؟ نعم كام؟ المحلات كلها زودت 60%. أنت عطيبة 150 قرش. لا 150 قرش ما ينفعوش، يعملوا إيه 150 قرش؟ استنى استنى استنى، 150 قرش أنقص. 150 قرش خصم من مرتبك. انقص من مرتبي؟ أيوة. ليه بقى بتوع ايه؟ 50 قرش ادب اول. ايوه. عشان تبقى تيجي في مواعيد المحل مظبوط. كويس. و100 قرش ادب تاني عشان ما تبقاش تسيب ازازة الاوتيل مفتوح. ده حلو قوي. ولا فيش كمان ادب تالت ورابع عشان بقيت المهية تبحثوها، وادفع كمان من جيبي؟ اوعى ترفع صوتك، اوعى ترفع حسك. ازاي ما ارفعش حسي؟ ده انا ارفع حسي وارفع قضيه وارفع المنظومات اللي في النحو كلها. 150 قرش ده انا وديكم في 60 دهب. لمس انا بقولك احسن والله تلاقي روحك بتشم من هنا بماشا. من غير ماشا انا هخلص روحي البريمه، هستقيل بسوستك. ما انا مش قاعد عندكم، احنا مش قاعد عندكم. انت اهلك ما ربوكش، لكن انا هعرف ازاي اربيك. تربي ايه؟ ربي شعرك، ربي ده واخرك. 150 قرش، 150 قرش ادب اول وادب تاني. حاكم الاداب عندكم بنمرت. اسمع هنا لما اقول لك. سمعت الرعب. انذار واحد، مفيش انذار تاني. لو خصمت مني مليم انا مش هقعد في المحل. احفظ انا ما احفظش يا ادبي.
محفظتي قدر خلاص. 15 سنة وأنا بشتغل عندكم يا زلمة، 15 سنة ورا بعض، 15 سنة، 15 سنة وأنا بشتغل في المحل عندكم. ده الكتكوت بعد 15 سنة بيبقى دي كرومة حلوة كده، دي كرومة يطبع في زمارة بيردك. دي النهاية بعد 15 سنة بتبقى شجرة طويلة عريضة وفروحها متشعلقة في سلك التليفون. اتشعلقت في حبال المشنعف؟ ده لو كنت بشتغل في خمارة مالولي من 15 سنة كان النهاردة سماني حبسيدس حبساتس حبسفر. كانت خربت مالولي من وشك الأخضر. وش الأخضر؟ بقى وشي أنا الأخضر، مش هو بعين الوش اياه اللي كان في الدكانه بتاعت زمان الله يرحم ليه. ترسي يا عمران، الدكانه بتاعت زمان اللي كان بابها شبر ونص كنا نخشها بالتتابع بالتحصيط، انما النهارده محلات حسن بيه. حسن بيه مش كده؟ افرضوا بقى رحم الله العظيم بالك، افعصوا افعصوا برخوت جه على هدومك تفعصوا وانت يسيبوك ما يفعصوكش؟ ده انت في الحقيقه غاجري جبروه تعبيتك واطية. العفو يا سيكوهين، تعبيتك انت اللي عالية قوي يا سيكوهين. مالي تورنيش انت دلوقتي مالك دوافر؟ انت فاهم قبل كده كنت ايه؟ طبعا فاكر قوي ايه؟ ورا البنك الزراعي الصينية ياها فوق دماغي البركة تازعة بيبنا عدوى دلوقتي حالا. يلا بستين ده يا بلاش كلام فارغ. افتجيزي الله عايز اهدي مالكو خبركو. صبتو جايب لاخر الشارع. الحمد لله على السلامة يا سمور. اهلا سلامات يا خواجك. وهي اهلا وسهلا. الراجل ده لازم ينطلق حالا بقوت هنا. لما انت ما تنفعش في محلات محترمة زي دي. ايه بس العبارة؟ استحملناها كتير يا مرقص افندي، لكن اذا اكرمت اللئيم تمرمدة يا لا تمرمدة ولا تبربدة ولا حاجة. عباس ده برضو ابنيني. وانت الاخر ايه الجنان ده يا عباس؟ لازم تحط في عينك حلق وتمل. كفرت يا مرقص افندي كفرت، اتهريت يا مرقص افندي اتهريت. 15 سنة وانا بشتغل عند الجماعة دول وهم كل يوم يعملوا معايا فصل بارد، وانا احط في عيني حصوه ملح حصوه ملح حصوه ملح حصوه ملح. عينيا اتعمت يا مرقص افندي، بقت ملاحه يا مرقص افندي. ما تسعش ملح يا اخواتي، ما تسعش ما تسعش. بس بقى يحرق عفاريت ضربين جنانه. خش جوه وخش الشيطان خش. ده شيء يفلق الحجر، ده شيء ينطق الحمار. بشتغل عندكم هنا بلانه ومشطه، بشتغل حانوتي ومغسل وضامن جنة، بشتغل عندكم هنا بخمس ايدين باربعين عين. وانتوا كمان ما تتحمجوش بالجو، يطولوا بالكوا شوية. نطول بالنا لحد امتى؟ لحد ما يمسك في خنانة؟ انت يا مرقص افندي بتقفلنا في حاجات كده. البريك قال البريك. البريك الطازة الحلو اللي عمره ما داع طعمه. لا ما يقعدش هنا يعني، ما يقعدش هنا. لا حيقعد يا شيكوهي. لا ما يقعدش. لا حيقعد ويقعد ويرتاح ويدلد الرجليه كمان. هيبقى عندي بقى. ده يبقى اسمه تحاندي يا مرقص افندي. ايوه اتنيلوا اندفنوا بالحي. عباس اللي بديكوا تزعطوه دي عارفين النهارده يحتكم على ايه؟ يحتكم على جاكيته مقطعه وبنطلون دايب. ايه؟ جاكيته مقطعه وبنطلون دايب وثمانين الف جنيه. ايه يا مرقص افندي، انت قبل ما تيجي هنا يا اخويا حوطت لك على حته خماره ظريفه. يا اخويا من النبي تتملح ولا تقولش لحد. 80,000 جنيه صاحب، 80,000 جنيه. سلامه بيحرك تعيش انتو. سلامه بيحرك ده يا اخويا؟ يبقى عم ابو جاكيته مقطعه، اخو وري ده ببنطلون دايب. ابو بنطلون دايب دي حيلبس من بكره 16 بنطلون فوق بعض. 80,000 جنيه. انت بتتكلم جد يا مرقص؟ جد. هو سلامه بيحرك ليه وريد في الدنيا غير عباس ولد اخوه؟
80,000 جنيه وعليا يا اخويا وعليا. وبعدين انت متاكد؟ برضو عم يقول لي متواكد. ده انا زي في اسكندريه عم تشب وتلب على حرك برك برك، بينبشوا على اللي يوجده ومش لاقيه. فين يا عباس؟ في طريق عباس؟ ما عارفينش طريق عباس. وانت دلتهم على العنوان يا اخويا؟ دلتهم كيف؟ وانا اتجننت. انا سمعت الخبريه من هنا واول قطره على مصر، وهي الحكايه من ايدينا ايه نتشاور فيها بما فيه ما اطلعتني قبل ما توصلوا الخبريه. مصلحتنا ازاي يا مرقص يا اخويا؟ انا بشوف انه من العقل يعني. ما تشوفوش يفر من ايدينا بثروه زي ما اقول. بس الطريقه يعني يا اخويا، الطريقه ازاي؟ طريقه انا خالص ازاي؟ نكتب نربط نعزمه بحزام من حديد. ازاي؟ ايوه قول يا اخويا قول. نعمل له كنترات لمده 10 سنين مثلا. والكنترات حيكون فيه شرط جزاء، اذا ساب احد الطرفين التاني قبل مضي 10 سنين ملزوم يدفع تعويض 20,000 جنيه. كده 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 يا حلاوتك يا مرقص، يا حلاوتك مرقص. قول لي يا اخويا، انت اتولدت في انهي مديريه في الصعيد يا اخويا؟ ليه يا تيكوهي؟ عشان الواد زكو ابن الصغير اشيعه بعثة هناك يا اخويا. ايه رايك يا حسن بيه يا اخويا؟ ايه رايك؟ انا بقول يعني نزود التعويض شويه، نخليه 60,000 80,000. لا 20,000 كفايه. يلا اكتب له كونتراته يا اخويا كويس. بس ودلوقتي ولا يا عطيه يا عطيه ابعت لنا عباس افندي شويه. لكن تعالوا هنا يا جماعه. ايه؟ احنا ما هنعلو عليه دلوقتي كنتراته بالشكل ده، واحنا من شويه كنا هنطردوه، الفار مش هيلعب في عبه. لا لا ما انتوا مش فاهمين غرضي. ايوه انتوا الاثنين تصمموا قوي على طرف كويس، وانا لوحدي هاجي من صف كويس. تتمسكوا انتوا ارخرخان كويس، ترخرخ انتوا اتشددان، ونخش على ابوه كمان اندهله. انا محسوبهم. ده ما يقعدش هنا. انا قلت الراجل ده ما يقعدش هنا يعني ما يقعدش هنا. اخوانا طولوا بالكم شويه. عباس ده برضه جنيني ما نستغناش عنه، ده روح المحال. هما بيسالوا في روح المحال يا مرقص افندي؟ دول طلعوا روح المحال. انسد انت، ده شايل المحل كله على كتابه، ده عمود المحل. دول نازلين تخبيط في اساس جدار عمود المحل. انكتم انت. مستحيل يستنى الراجل ده هنا يا مرقص افندي. الرابع مستحيلك يستنى هنا غير بقول لك. بلاش بلاش، خلوا المحل يقعد من غير عمود. سيبوهم يتشعلق في الهواء عشان يتربق فوق نفخهم واحد واحد. بريك قال البريك الطازه الحلو. بريك ايه يا واد انت يا عباس؟ ابو جبنه. ما يستناش هنا يعني؟ ما يستناش هنا يا مرقص افندي زي ما بقول. انا بالعربي الفصيح ما تمنش حد هنا على مصالحي غير عباس. واحنا كمان بالتركي الفصيح ما نقدرش نستحمله اكتر من كده. انا شريك هني، انا مش شراب الخور. واحنا كمان مش شراسين زي ما دخلنا بالمعروف. شوف يا مرقص افندي، اسمع يا مرقص افندي، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ايه نخرج بالمعروف؟ خلاص صوري حسان، انا من النهارده مفصول عنك زي ما يعجبك. وادي عباس. نعم يا مرقص، حاجتك وتعال. ايه انت من النهارده بتشتغل عندنا؟ انا تحت امرك يا فندم، انا محسوبك، انا خدامك يا مرقص افندي، انا افديك بحياتي. هفتح محل بمفرد، محل على زميلي. احسن بلاش قرف، اخلص من الواجش ده، اخلص اخلص. ايه والمحل دي انت اللي هتديه؟ اديله برقبتي. اصيل يا مرقص افندي، اصيل اصيل يا مرقص افندي. اصيل ايه حكايه انت يا مرقص افندي؟ واحد نطرده احنا تفتح له انت صدرك؟ سبحان الله، بقى ترحم ولا تخلوا رحمه ربنا تنزل. هم كده بتقولوا مستغنين عنك. خلاص اخدان، هو بياخد هنا كام؟ 9 جنيه؟ هديله انا 12 جنيه. الله يكبر بخاطرك، الله يحفظك. اصيل يا مرقص افندي، اصيل اصيل. لا لا يا مرقص، لا ده مش عمل شريف ابدا، انت مش واخده محبه بسواد عيونه، انت عارف ان من غيره المحل هيرتبك يا اخويا. يرتبك؟ ولما انتوا عارفين المحل من غيره هيرتبك يا بويا. عاملين عيبت من زمان ليه؟ يلا يا مرقص افندي يا حلو. تعالى رايح فين؟
ما انت طالع من هنا. مانيش طالع من هنا؟ ليه اتجوزتوني؟ دلوقتي بس بقيت مدهون عسل؟ انت مدهون زفت، مدهون اطران. انت ما سويتش ايش تعريفه واحد، لكن عشان خاطر العين ما انتش خارج من هنا. ازاي؟ انت هتديله 12 جنيه؟ ايه؟ انا هديله 15 جنيه. 15؟ ده المستخدم بتاعنا. القديم اولى بالشفعة. القانون بيقول كده. قانون؟ ايوه طلع يا عمرو سفندي الشهر اللي فات قانون. ايوه ايوه صحيح. اخصى عن الخزع بتجلع. سودت وشي. مش حكاية وشي يا عمرو سفندي. 15 جنيه والقانون بيقول كده. ما انتش طالع من هنا ب 18 جنيه. لا طز في القانون. قانون ايه؟ اسمع، اللي عندي يورث الكوب علينا ب 20 جنيه. القانون يا ابو سفندي. القانون 25. 25؟ إيه؟ لا سلام عليكم جد البغراتي. علينا ب 30. استوت يا ابو سفندي استوت. استوت 30 و10% من 4. يا دين النبي. لا المرة دي سلام عليكم بجد. سلام عليكم قوي. شيل يا عم شيل. شيل يا عم يا حلو انت. الله يعان. دي اخرة العشرة الطويلة يا مرقص افندي. نتيجة العيش والملح يا مرقص. العيش والملح والملح والعيش والعيش والملح من عرقب الشيطان. خش جوه استلم شغلك. خش استلم شغلي. بلاش رغي. قلت لك تستلم شغلك. يا استلم شغلك ليه؟ سيادتك مش ناوي تفتح محل لوحدك؟ يلا البس هدوم. حاضر اخش استلم شغل. انما استنى استنى. ايه؟ استلم شغل على اساس كام؟ اساس يعني ايه؟ زي ما كنت. زي ما كنت. لا سلام عليكم جد. مبسوط يا سمروك؟ يا اخوات انا مخي طق. اديله بقى ونهوني. الله. تقولوا حاجه كده والسلام. لا حاجه والسلام لا. احنا وصلنا في المزاد لحد كام؟ 30 جنيه و10% من الأربعة. عاجبكم مش عاجبكم بلاش. سلام عليكم. مبسوط يعني يا سيمانوس مبسوط؟ خلاص ادوا له حاجة بقى كده والسلام ونهوني. ما قلنا مفيش حاجة والسلام. عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ ها؟ 30 جنيه و10%. ها؟ أخ يا اللي بتعرف تصطاد في المية العكرة. وأنا حبيت كتير أصطاد في المية النظيفة ما أمكنش. المية النظيفة هايفة ما فيهاش سمك ولا حاجة. يا سوسة يا سحلية. عرفت منين توكل الكتيف؟ بس مرة في العمر الواحد يذوق طعم الكتيف. ان انا على شرط تمشي معانا عدل. تمشي زي الكلب مع سيده. مع سته يا بني. 30 جنيه و10% من الأربعة. انت ملك ايدينا من دلوقتي. يعني اي واحد منا يقول لك قلعني الجزمة وهاتلي الشبشب. يحضر يا فندم الشبشب على مخدة قطيفة وراح مسيكة حسب الله. خلاص اكتب له كنتوراته يا خالك. وهي كنتوراته نعمله له لمدة كام؟ لمدة ثانية. لا سنة. ايه الشح بتاعكم؟ بحبحوهم شوية. امال عايز كام؟ 15 20 30 40. ايه هو انت مجنون ولا ايه؟ دي المحاكم اقصى ما بتحكم على مجرم مؤبد 25 سنة. خلاص كنتوراته مجرم مؤبد 25 سنة. اتسد خلاص واسكت. هنعمله لك لمدة 20 سنة. حلو نعمة. انما اسمع فتح عينك كويس. هيتوجد في الكونترات وشرط جزائي. اذا سبت شغلك قبل 20 سنة هتدفع لنا غرامة 20,000 جنيه. مين ده اللي يدفع لكم؟ انا؟ انت. طب ولما تسيبوني حضرتكم؟ مزومين يدفعوا لك 20,000 جنيه. ده كلام حلو قوي. طب ما تخلوهم 90,000 و150,000. 20,000 مفيش. اسمه كويسين اهو كده. توكلنا على الله. يلا انه اكتب الكونترات بقى يا خاطر. انه في يوم تاريخه الموافق
20 سبتمبر. لا استنى وقف وقف سبتمبر انتوا مش عايشين في الدنيا ولا ايه؟ ليه يا اخويا؟ النهارده 20 اكتوبر مش سبتمبر. يوه هنقعد نصطبه ونمسحه بقى يا جماعه. يا سيدي سبتمبر اكتوبر زي بعضه. ماشي انت ماشي. ايوه التاريخ اللي اقول لك ماشي 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 ماشي. ايه عايز ايه؟ لحظه واحده من فضلك. ساعه بس تعالى كلمني هاني. طيب شوف شغلك انت. حاضر يا اخويا حاضر. عندي ايه؟ بقيت حسابك. حساب مين؟ انت من النهارده مفصول من المحل مرفوض. كده كده مع الاسف. احنا النهارده كام في الشهر يا مدموزيل سمحه؟ النهارده 20 اكتوبر سنه 1950 يا سعباس. اذا يكون في علمك يا انسه سمحه انا عباس افندي حرك المفصول من عندكم النهارده مانيش منقول من هنا، مانيش بتعتع من هنا قبل 20 اكتوبر سنه 1970. لا يا شيخ وحياة ابوك انا مش فاضي للهزار. انت ساحب الميتك 560 قرش مش كده؟ ايوه كده. اتفضل لحضرتك 340. اتفضل اهم وامضي هنا. لا لا يعني ايه؟ اوشي اوشي اوشي؟ يعني ايه اوشي؟ يعني الحساب غلط. غلط؟ غلط ازاي؟ انا اقول لك غلط ازاي. اذا كنت النهارده عاوزه تقبضيني حسابي على الطريقه المظبوطه يبقى لي عندكم يا مدموزيل سمحه 340 قرش و20 الف جنيه. فاهمه يا مدموزيل سمحه؟ عباس انت سكران؟ لو نبي فايق صح النوم انتي. صح النوم انتي لازم شرب حاجة. لا بابا انا اجيب لك الشاويش يطلعك بره. انت شاويش؟ شاويش ايه؟ لما تجيبي لي جيوش العالم بحالها ما يطلعونيش من هنا الا ب 340 قرش و20 الف جنيه وقرش ساغ ورق الدفع على حسابكم انتوا كمان. سامع يا بابا؟ مش شغلك انت يا سمحة. تعالى مش شغلك انت يا سمحة. مش شغلك انت يا سمحة. اتفضل. ايوه استنى بقى شغله في الامر. استنى بقى عينيا اقرا واشوف واخد بالي. عيب حريش تغش ابويا ما انا عارف. اتفضل. الحمد لله. مبروك يا اخويا مبروك. فهمت يا مدموزيل سمحة؟ الخروج من هنا سنة 1970 إلا إذا كان حنوتي يعملها بقى فصل بايخ. صحيح. أدينا أسفلين يا مفضل. حاضر يا بيه. اتفضل يا سعادة البيه. تسمح كمان بكوباية مية؟ أيوة حاضر. وأدي واحدة كمان على حسابي كمان. وأدي عطية. أيوة كوباية مية ساعة من الثلاجة. عباس يا فندي حبيبي. أيوة يا فندي النحو. خلي الغلط عشانك. الخبرية إياه. كده. يا ساتر يا رب. أول مرة تعاملني المصلحة بتاعتكم. طيب عشانك شيخ العرب يا سيد يا ابو هاشم يلا زي بعضه هات يا شيخ هات اشرب انت ايه يلا يا سويت يا العرب يا 80000 جنيه 80000 جنيه حسن بيه حسن زن حسن ابو علي سلاي المعزه هجيبلك ايه يا كتكوت يا حلو انت يا قمر 80000 مبروك وشك فيه الخير والشمور خد يا واد خد ايه خد يا واد خد علبة بودرة ايه بودرة ادعم بيها وشك الحلو والجميل خد يا واد كمان خد ادي كمان باستيلي عشان الكحة ما عنديش كحة هيجيلك كحة بس يلا خد بلاش ودي الأخرى بلاش ودي بلاش ودي بلاش بلاش النهارده كله بلاش في بلاش في بلاش عمي راح بلاش في بلاش عمي يا حبيبي يا حبيبي كتر ألف خيرك يا حبيبي المية في حياتك يا عباس ادي حال الدنيا ايوه ادي حال الدنيا ما حلاوتها ان حال الدنيا كده 80000 جنيه الله يخليك يا عمي يخليك هناك فوق فوق عيلك ما تتعصنش قوي كده يا عباس معلش ازاي ما تعصنش يا اخويا ازاي دول 80000 جنيه 80000 جنيه 80000 وانس الويل من بكره الويل محلات الاكل ياها
اللي كان يبقى دخانها طالع في نخشيشي، وانا واقف متسمر على الرصيف قدام الازاز. من بكره مفيش ازاز، حدش ازاز. والستات الحلوين اللي ماشيين في الشارع يتلعبطوا زي البلط تمام، وانا ماشي جنبيهم بكل ادب. من بكره فيه شيكات، فيه فلوس، فيه عمرات، فيه كاديلاك، فيه كل حاجه. انت لسه هنا والشرفاء؟ لا حتبوك بقى حل عني، خدت من جدتي رقات جدت غيري. جدت غيرك؟ جدت غيرك ازاي يا اخويا؟ امال فكرك ايه يا سي عباس؟ يا سي جوهيه لخبطتوني. ابقى راجل عندي 80,000 جنيه وبيع سبرينه بقرش تعريفه وعلبه شيش باربعه ساغ ونجله؟ بس يعني شغلك اكل عيشك؟ اكل عيشك؟ هو انا هستعمل العيش بعد كده ليه؟ مفيش كاتوه؟ مفيش بقلاوه؟ انت ناسي حضرتك انك حته مستخدم عندنا؟ حته مستخدم عندكم لحد اخر النهار. من بكره بعد غروب الشمس دور لكم على حته مستخدم غير. يا بعد غروب الشمس نختص ونقب ونخلط على غيرك على المخلطه. ايوه بكره بعد غروب الشمس ده اخر انذار. وليه النهارده وبكره وقبل غروب الشمس وبعد غروب الشمس؟ انت عورني يا اخي، تحب تتفضل اتفضل باب السكه يسع الجمل. يا سلام، انا اشكر عواطفكم النبيله دي والله. طلعتوا جماعه كويسين قوي. انتوا جماعه لسه فقراء غلابه مش زي حالاتي. ما ورثتوش عقبال كل عم من اعمامكم باذن الله. انا حتى يا جماعه 340 قرش بقيت الحساب مش عاوزهم، خليهم عندكم خلوهم. لا 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 ايوه، احنا لازم متنا نضيف، لا ناكل حق حد ولا حد ياكل حقين. 340 قرش حق الله، تاخدهم وفوقهم بوسه. بسيتكم العافيه. يا سلام على الاخلاق الحلوه. يا سلام. بس يعني النبي يا اخويا. نعم. ما تنساش تبقى تخصمهم من المبلغ اللي لنا عندك. مبلغ؟ انتوا لكم عندي انا مبلغ؟ امال يا اخويا. سبحان الله يا اخي. الكونترات الشرط الجزائي يا صاحب العز. كونتراتو؟ انتوا ايه؟ انتوا بتتكلموا جد؟ لا بالهزر. ده انا وديكم في 60 داهية، انا اخرب بيتكم. مقلب مقلب شمتوه وعرفتوه من ساعة ما عرفتوا الورثة بتاعت عمي. الورثة؟ عمك مات النهاردة. انت كاتب معانا كونتراتو من شهر فات. انا كاتبه من شهر يا اخواتي، الحبر لسه ما نشفش. ما التاريخ مظبوط اهو، انه في 20 سبتمبر. مظبوط غلط، النهارده اكتوبر مش سبتمبر. ما كنا هنصلحوها، انت اللي قلت زي بعضه مش كده؟ بذمتكم. ايه ذمتهم؟ بتحلف دول بذمتهم؟ ما انتش خارج من هنا قبل الميعاد في كونترات. بعد 20 سنة اكون مت يا اخواتي. الحنوتية مليانين مليانين البلد يا اخويا. بقى كده. والله اما نخيت مناخيرك ومشيت معانا عدل لا اسيح دمك هنا. عاجبك عاجبك مش عاجبك، باب السكة يسع الجمل والمحاكم تعرف شغلها. لا عاجبني عاجبني قوي. انا حوريكم السر يطلع منين. الله اهلا اهلا. مرحبا يا فندم. عليه ما يجريش بالسرعه دي. ازاي من حق رستم بيه يا ست هانم؟ رستم بيه؟ رستم بيه دلوقتي في نعيم. الحمد لله يا اختي. الحمد لله. ايه مش حضرتك بتقولي في نعيم؟ نعيم 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 جنات. يا نهاري شويت، انا فاهم في نعيم دنيات والله العظيم يا اختي. ولا مؤاخذة يا ست هانم. مصيبة كبير، ثلاثة شهر وأنا في خيال أتوت، مش أقدر أنسى، مش أقدر أنسى. من فضلكم بلا سيرة الأموات دي، كل لما نسمعها بتروح خالص. حاضر، ليه لازمك أي خدمة يا ست هانم؟ إيفنت إيفنت خدمة ياسمين. أفندم ست هانم. أنا جيت هنا عشان خدمة إيه؟ جينا هنا عشان شوية روايح يا ست هانم. إيفنت لازم شوية روايح برفميري. في يا فندم موجود يا فندم عباس. ياسمين. أفندم ست هانم. ايه كمان ايه؟ شوية صابون ممسك يا ست هانم. ايه بعد صابون ممسك؟ موجود يا فندم موجود عباس. ياسمين. أفندم ست هانم. كمان ايه؟
كمان مفيش حاجه يا ستان. كمان ولا حاجه يا ست هان. موجود يا فندم موجود. عباس انت عباس إيه؟ انت اللي قاعدناك. نعم. هو من زيتونك ايه؟ قطع عليك الصابون عام. طب اتكلم بادب. احنا قاعدين في البجزحيانه ولا ايه؟ من عينيا الاثنين. اتفضل يا فندم. اصناف صابون جالدين بالدين شو جوزك؟ كلم تركي بس جبلي شويه. كلم بدعات مضمون برينجي درجات. اه مبكاك مضمون. طبعا مضمون. اذا ما كانش صابون دي مضمون كان امسك هو عشان خيل بتاع سبق استحمى بيه. خيل بتاع سبق ونعيس برضو بهاي كل حاجه ممكن تستحمى. اخر صندوق عندنا والله العظيم يا ست هانم. اخر صندوق عندنا. ايوه هو اخر صندوق فعلا. كان موجود صندوق تاني امسك هو عشان بيت جميل باشا. لكن جميل باشا رحمة الله ده وفاه من 4 يوم. مظبوط. هما كمان مسكوا صندوق دي من 4 يوم. هيبة الله صابون يمسك في واحد بيتك مخصوص يا فندم عشان حنوتية غسل. يعني كويس كده؟ كويس تعملوا بالشكل ده؟ خلاص صابون مش عاوزين. اذا كان في روائح معليش. عندنا يا فندم عندنا روائح مدهشه. عندنا الميت سكر. ها ميت سكر؟ امال يا فندم مفروض اصلي موجود اصلي يا فندم اصلي. ما فيش غير ازازه واحده. كانوا 3 احنا 2 منهم. بعتوا لمين؟ واحده منهم للست التخينه اللي خدت الازازه وهي خارجه من باب المحل راح ضايسها ابو رزله فتتها حته حته اهو كده 20 سنة كده. انا عباس وانتوا حسن ومرقص وانتوا ايه؟ يا ابراهيم طلبتوا ليه؟ نسيتوا ليه؟ مش استنى على سالم سيكتوا منجريه في المخيل ليه؟ شافوا المحل كله مصفصف على دماغهم مفيش زباين ده يقعدوا لوحديهم. ابراهيم مفيش مخ؟ عملتوا شويه بلوتيكا عملتوا شويه خركه. الخركه ما هي نايمه يا خواجه. حملت الغي عن خركه. نفرت يا ولو دماغ واخد كاموس. ابراهيم لبتوا 2 كورس على الترابيزه كده كلمتوا دي مخكوس. دي مهكوزة على سن واخد فاميليا، دي مهكوزة على سن مخامد باسا، دي الخارة الفلاني، دي الخمار العلاني. ناس شفتوا كده بتكلم المخيل اللي بيستابع. بسيطة قوي. ايدك يا عبدو احكس كله. احكس. خلاص يا خواجة كل شيء على اسطى. ايه دي فريدي؟ الله يا جنون. ايه خواجة بس؟ ما فيش مخ؟ ايدوا واخد الزبون دلوقتي على سالم سيكتو منجريه في المخيل. شفتوا كل الترابيزات في المخيل اللي مهكوز. يستنى فين؟ في الارض. اخجيستوا واخد ترابيزه سيبوا التاني في الارض. دي في الشمال دي في اليمين. مش كله مش كله. نبرديا ولا كوكو خروناكس. وخروناكس في عينك. الفلس حاطط عليه وهيطلع ظلمه في نحنا. يلعن ابوك الشغلانه. الله يا شيخ ما نعده فيها. أنا الحق عليا اللي حدفت نفسي هنا. أنا كنت بشتغل عند الحاكي بيطلع لي يومات 150 قرش غير المغلطات كمان. مش امبارح أخدت مع الترابيزة دي 4 فندية بياكلوا محترمين قوي. واحد فيهم بيدفع لي الحساب 3.5 جنيه. تفتكر كده يدفعوا لي بقشيش قد إيش؟ قال لي ما فيها شلن يعني. شلن يا ريت 4 علب كبريت. دول لازم بقى ليه؟ زهق. سعادة البيت 3 روبيزة مش كده. لا يا ابني لا لا. ولا حاجة. أنا عايز أوتوموبيل كويس. اللي بره ده خدوه الصوف. سلام عليكم. أهلا وسهلا سعادة البيت. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. أهلا السلامة يا سعادة البيت. اتفضل هنا يا سعادة البيت. اتفضل هنا أحسن هنا. النور هيجي في عين سعادة. النور يا أخي يجي في عين سعادة. بس يا سعادة البيت في عندك طيار جامد أوي الناحية دي. لا طيار أغرب معرفش أقول. أما شيء عجيب يا أخي. عجيب على النور. إيه هو ده؟ إيه؟ هنا ليه؟ هنا ساس خلاص. صنم هو يعني ايه؟ تقعد هنا ما تقعدش هنا. اقعد هنا. البيه يقعد مطرح ما عجبه. امال البيه ازاي؟ لا ما اقعدش هنا. هنا يا سعادة. لا ما اقعدش هنا. كويسة قوي والله العظيم. لا حاسس كويسة قوي. ايوه يا سعادة البيه. انا اقعد هنا ما فيش. دي باردونيا دي محجوز علشان محمد باشا. محمد باشا؟ مين محمد باشا؟ محمد باشا محمد. ما مرش عليا الاسم ده في الكلوب عندنا.
ومن يعني اقعد ايه على الارض؟ لا سعاده البيت الترابيزه دي هايله قوي. والله العظيم اتعشى. لا والله العظيم مش ممكن ابدا. سعاده ما ينفعش. مش ممكن ابدا. مش ممكن. اخلي ناخد اخلي المساج ناخد يا بيه. اتفضل يا بيه. اتفضل. فين كان مفقود على سن مخامد باسه؟ لكن إيه ناموس زعل خطيبتك على سن مخامد باسه؟ مخامد باسه زبون قديم انا اكلمه يستنى في مطرح ثاني. اتفضل يا بيه. اخلن وسخلن يا خمار. ايه التلبيخ بتاعك ده بقى؟ خمار يعني ايه؟ لا موس خضريتك انا كلمته جرسون. ازعت البيه انا الحمار. باين عليك يا ابني. زعلتوا سعادة البيع على سن مخامد بس. يلا ما ترد. يلا اخلن وسخلن لا يا سعادة البيع انا مبسوط كتير على سن سوفت وسط خدريتك. ميرسي اشكرك ممنون. ازاي سيخة سلامة؟ كويس قوي الله يسلمك. يعني سعادة البيع خدريتك انستينا صرفتينا وصرفتينا ونورتينا وانستينا عشان ايه؟ صحوبية قديمة؟ كنا مع بعض في المدرسة؟ يا أخي أنا جعان. هات الليستة من غير أنستينا وصرفتينا وغير الجو. ساعة البي موس جيت وسلام. أبو جيب واخد ويسكي على سنة. لا ما تجيبش يا عم. لازم واخد ويسكي. ما تجيبش. أنا الخصلة بتاعي كده. خصلة مزفتة. أول زبون جيت المخيل لازم يمسك واخد ويسكي التخية. تخية؟ أيوة. ده خواجة عباسية. فاضل يا بي. في سخيتك يا بي. في سخيتك يا زين. اخ من وسخ ناخد يا ساتر في خدك صرفت ونورت وانيستو. يا اخي ممنون اشكرك. ميرسي كريستو بوكالي جراتسي مولتو جراتسي كاليسفيرا كاليميرا جود نخت هاديكا كاتشي. كاتشي؟ صيني يا ابني. عاملك اكتر من كده ايه؟ كل التحيات كررتها لك بس انا جعان. الحقني من فضلك بالليسته. ايوه يا ساعه البي مش جيت وسلام. اتفضل خدريتك. اتفضل خدريتك ساعه البي. الحمد لله. اخلن وسخلن. وبعدين بقى. تعال حياتي تعال حياتي. ايه ده خواجه ده؟ ايه فيه؟ الاسامي دي جايبينها منين؟ كتكوت بالبيسي دلعت امه. يطلع ايه طعمه دلعت امه بتاعه؟ هي إيه ساعه البي واخد صمت سبيسياليتي بتاع المخيل. كتكوت مغصي يا ده اخوتي. الحقني بواحد دلعت امه يا سيدي. ايه انا دلوها اموميه؟ انا خواجه انتيك قوي. قول لي يا جدع انت. ايوه بيه. تعالى ايه نور محسوبك نور يا سعاده البيه. انا مؤكد نور وملك مداخل مسكين. نور السلم لازم. حلوه قوي يا سعاده. قول لي يا سنور. ايوه بيه. ونبقى انا ايدي فيها شويه تراب كده. ايوه اغسل ايدي فين؟ من الناحيه دي يا سعاده. وريني فين. اتفضل يا سعاده. فين اللافابو؟ من هنا يا سعاده. وايه اللافابو؟ ده سكوتي بسيمش. ميرسي. ولا اتفضل يا سعاده. خد هنا يا واد انت. ايوه لحظه واحده يا سعد. مين رجل المعزه؟ وش البلاوي؟ نعم هنا كمان. يعني ورايا في كل حته. ها تفضلش غسيل ايدين. انا حوريك السر يطلع منين. اهلا وسهلا سعاده البيه. خد هنا يا واني. ايوه يا سعاده. ما جوش هنا اتنين افنديه واحد منهم صفيف وطويل والتاني تخين وقصير. ايوه يا سعاده البيه كانوا هنا دلوقتي وقالوا انهم هيرجعوا تاني. ايوه من خيري. والله عاد ولسه يبقى بكره هتتمرمط المحلات الكبيره. كانوا زمان بيتغدوا في ركن من الدكان على صندوق فاضي من بتوع فيلا كابري دلوقتي.
اديني. ايوه يا سعاده البيت. اديني عود كبريت. افندم بقول لك اديني عود كبريت. حاضر. خد يا واد انت. نعم يا سعاده البيت. اديني عود قصب. افندم اديني عود قصب. بقول لك اريد انت تكون بيني حخرشك حد النهارده. طب والقصب هجيبه منين دلوقتي يا سعاده؟ هات اللي تلاقيه قدامك. اديني ايد ماشيه. اديني ايد هم صديه. اديني زحافة واحد اللي تلاقيه. حاضر يا سعادة البيه. حاضر. خد هنا. نعم يا سعادة البيه. ايه انت نسيت اصلك ايه يا واد انت يا جربوع؟ اصلي انت عمرك دقت اللحم الا من يوم ما ورثت القرشين بتوع المخسوف عمك يا جلطون الكهف. مخسوف مين؟ تعال هنا. ايه يا سعادة البيه؟ انت نسيت مجيك في مصر ازاي يا جرسون الدبشي بتاع الصعيد؟ ايه يا اخواتي العيشه دي؟ مش وزنوك في محطه اسيوط ببوليصه وربطوك بحبل مع 16 بلاص وانت ال 17 يا خد هنا. ايه يا سعاده البيه؟ استنى عليا. اما دخلتك مستشفى المجازين. استنى انت عليا. اما دخلتك مستشفى الرفق بالحيوان. انت والكرسولين التانيين. ده انت حمار. ده انت حمار. وريني هذا غسليني فين؟ من ناحية هادش. زبان ايه دول؟ ملاحيس ولا ايه؟ شوف يا ولد انت. انا حبرك بايديا ورجليا على عصفورة قلبك لحد ما اقطع نفسك خالص. انا عباس وانت الجرسون. استنى عليا يا ابو زين المعزة. فين يا هاد؟ اتفضل يا سعادة البيه. وريني الستة. يا قطة عمياني يا قطة مغمضة وصبحت النهاردة أسد كاتب معلاه أن يجوحي عد عبد موج البحر قال لي جيت أكتر من ريحات. استنى وخلي الباشا ما كانش يتأخر إذا كان يعرف حد. انتوا فين غصانين فين؟ كنتوا قدموا شوية عشان تتفرجوا على بلاوي الزمن على عجيبة العجايب. عجيبة ايه؟ المحروق ولد المحروق. محروق مين؟ وفي محروق اللي خلفة الشيطان اللي ناحي الوبرني. بس يا اخي سيبونا والله من السيرة دي. عملت لنا ايه في حكاية شركة الفوسفات؟ لا عملت ولا سويت. ازاي؟ الحكايه معقده ما هيش بسيطه. اللي له ظهره هو اللي ينسنس. لو كنا نتوجد لنا حد يصوت لنا في شركه الفوسفات. هو المدير بتاعها ده مش اسمه المسيو ارنست لاجوان؟ هو يبقى كويس. تعرفوا عبده دي جوه قول له يجي هوا يجري هوا يجري هوا خليه يشد السرعه. مين؟ حسن بيه؟ اهلا منعم. صوار يا حسن بيه. ازيك يا منعم؟ ازيك حسن بيه؟ الحمد لله. اسمع اخر نقطة. مرة واحد دخل عند واحد بقلق عنده جبنة. لا عارفها. دي جديدة لسه. بتاعت الجبنة والزيتون. لا عارفها. ايه سد النفس؟ خد يا منعم خد لك حاجة وياك. لا ميرسي خالص مستعجل قوي. حكاية كده مع الخواجة كوستين. أنت مش تسمع عن الست عزيزة شيكابوم؟ عزيزة شيكابوم بتاعت السينما؟ مين يا أخي ما يسمعش عنها؟ الليلة باضت للخواجة كوستين في القفص. الولية باضت ازاي يا أخويا؟ الولية حتبيضي يا أخي. طب أنا بقول لك كده. الدنيا وهتيجي بنفسها تتعشى عنده الليلة. وايه الغرابه في كده؟ ايه الغرابه في كده؟ بتقول ايه يا حسن بيه؟ عزيزه شيكابوم بجلاله ادراعها هتيجي تتعشى عنده الليله هنا. هتتنقل مخصوص وتتنازل وتاكل بسنانها من اطباق لوكانده كوستين. هو ايه اللي تاكل بسنانها ولا وفيها ايه لما تاكل بسنانها وعدانها؟ شيكابوم شيكابوم شيكابوم. انت يظهر يا سيدنا الافندي مش من القاهره. مش من القطر المصري. مش من الشرق بحاله. لا انا من اسكتلندي. تجهل حضرتك مين عزيزه شيكابوم؟ مين اصدقاء عزيزه شيكابوم؟ مين معارف عزيزه شيكابوم؟ اصحى يا سيدنا الافندي اصحى. الشمس طلعت وانا قلت لك نزلت. شيكابوم يا حضرتك الوجاهه الشياكه الطبقات الراقيه رجال الاعمال الصناعه بنوف بحالها تهتز لعزيزه شيكابوم اذا رفعت صباعها. البورصة تتبرج لعزيزة شيكابوم إذا حركت مراحتها.
طب حس كده بقى بدل ما تحرك البرصي ما تخليها تتكلم في حكايتنا يا حسن بيه، خليها تحرك مروحتها ناحية شركة الفوسفات، احنا في عرض مروحتها. أي والله فكرة. أقول لي يا منعم. يا نعم. الست عزيزة شيكابوم ما تعرفش حد في شركة الفوسفات؟ فوسفات الفوسفات مش دي اللي يبقى مديرها المسيو أرنست لابوار؟ أيوه أرنست لابوار هو هو ايه اللي تعرف ده ليه النهار داير في رجليها كده؟ ارنست لاجوار هو هو حس كده بقى يا اخويا. هات لك كرسي وتعالى اقعد معانا هنا شويه. ايه خير؟ هات لك كرسي تعالى. إيه؟ عاوز اقول لك بقى ايه، يا بخت من نفع، يا بخت من نفع. ايوه واستنفع. انا فيها استنفع. اهلا وسهلا. اقعد بقى يا اخوي. نعم يا سيدي. مختصر مفيد. ايوه. تحب تكسب لك مبلغ 300 جنيه؟ 300 جنيه احب واعشق وسخسخ وترمي على الارض. عظيم قوي. ما تسخسخش دلوقتي. حاضر بقى يا سيدي. شركه الفوسفات يعني طالبه توريد ادوات طبيه. في شركات كتيره متقدمه واحنا من ضمنهم. فاذا كانت الست العزيزه شيكابوم تتكرم يعني وترفع صباعها ولا يعني ولا تهز مروحتها. ايوه. ناخد احنا الشغلانه من هنا. أيوة. وتتظرف انت مبلغ ال 270 جنيه من هنا. 270؟ ايوه. انت مش بتقول 300؟ ايوه كمهم 300، لكن تطلع منهم الضريبه والدمغه وحاجات الحكومه دي يعني. ضريبه ودمغه؟ لا حضرته يبقى خواجك وايه؟ اقول كده. اهلا 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 اهلا. احنا متفقين. كويس قوي. انت اسمع اخر نقطة. ايوه اخو. مرة واحد اسمه الخواجة ليفي داخل عند واحد قديمة بقى. قديمة عارفها دي الانجليز. ليفي حكاها لي يا اخويا. لطيفة اهو كده. خلاص الليلة اعمل ترتيبي اعرفكم بيها والباقي سيبوها عليا. كويس. بس اشوف يعني من باب اللياقة باعتباركم يعني معجبين بفنها. أيوة. بصيتها بشعرتها. أيوة. شوية ورد جميلة كده. ده ورد ايه؟ ورد ايه؟ هدية الماس تهبة. بيقول لك ورد يا اخويا. بيقول لك ورد يا حبيبي. الليلة نتقابل هنا. ها ورد ورد زبالات تانية مش لاقيين يا ايه رايكم بقى في المصادفة المدهشة دي؟ حلوة. اما ما كانتش على البال مروحة شيكابوم دي. طب ما تيجي بقى نجهز الهديه اللي بقول عليها ديت ونرجع تاني عشان نجي. يلا بينا. لكن اسمعوا حاجه واحده حرقه دمي. ايه هي بقى؟ معصوف العمر. مين؟ عباس. يا اخي نفسيت عباس وجبت عباس. يا عباس بقى يلا فاضيين له 10 عفاريت يا اخي يشاركوا 10% في الارباح. ما انتوش فاهمين جابكم منين ال 10%. سلام يا مونين. يا سلام. انا مش عارف يعمل وياك ايه. في عبدو جيب واخد ويسكي. لا لا مش وقته. يلا وضب نفسك. مسافه 10 دقائق هيكونوا هنا. انتبه يا كوستيه. مستقبلك غناك صيتك اسم المحل. هتحوش هتشتري اطيان هتبني عمارات. كل ليله اذا انبسطت الليله الست عزيزه شيكابوم. انا يموت روخي. آه. انا ايه من العمايل مخدس عمله في الدنيا ابدا. ليه عجبك؟ انا راح اجيب واخد مصورات تاتي. آه. يمسكته الفوتوغرافيا بتاع الشيكابوم يستنى عندي الكلام في المطرح. اهو كده يا اسمع اخر نقطه. ايوه. مره واحد اسمه خواجه مخالي داخل عند واحد بقال. بريدي قديم دي عارفه. عارفه دي جديده لسه. بريدي روبوبيك يا فري يا حبيبي. مخالي دي جوز امي انا. فينك اواجه؟ يلا يا عبدو. طلعتوا السيرفيس الفاضي. يلا خاجة بتاع البي دي وديه في الترابيزه الثانيه. اشيل ازاي يا خاجه؟ سعاده البي يزعل بعدين. انا كلمته سي لازم تسيل. الترابيزه دي مخجوز مخجوز على سان السيكابوم. شيكابوم السنتيه بتاعت السينما. السينما بتاع الراديو بتاع التياتر بتاع الخزوز اللي في الدنيا كله. اشيل قوي. ايه ده الخواجه قال لي شيل. خواجه ايه وادي هناك يا جدع؟ لا ما بس يعني اسمع كلام. ما بس يعني خد من فضلي خدريتك. من فضلي خدريتك. واخد خدمه واخد خدمه. الترابيزه دي مخجوز مخجوز. ما قلتوا هتكلموا محمد باشا بتاعك؟ انا ثلاث الخاتم. الترابيزه دي خيل. واتفضل خدريتك. خيل واخد اكله وخلاص. يلا بس الحقني بدلعت امه بقى. بص خير. يا سلام يا سعاده البي. يا سلام خدريتك عندك واخد بخت كبير. بخت كبير؟ ها ليه؟ عشان ايه؟ ناس تاني لازم يدفع فلوس علشان يستنى في المطرح بتاع خضريتك دي. يا سلام للدرجه دي؟ خيديني يا سعاده البي. يعرف خضريتك مين راح يتعسف في الترابيزه دي؟ بتقوله محمد باشا سيكابوم.
اسمه محمد باشا شيكابوم. لا يا بيه، لا لا، عزيزة شيكابوم الست بتاع الراديو بتاع السينما بتاع تياترو بتاع الخزوز اللي في الدنيا كلها. يا ابني وانا مالي وبال الدوش، انا جعان دلعت امه. فايفة ايه ندلوها امومية مخواجة انتيكة اوي. اسمع سنور. ايوه يا سعادة البيه. طيب يا ابني هاتلي واحد ويسكي اتسنبه شوية. حاضر. ابشر يا بيه. يا سلام، صحيح ان الدنيا دي سعودات. ليش معنى يعني؟ لازم سعادتك على كده مولود في ليلة القدر. قدر مين؟ ده انا مولود ليلة الجمعة اليتيمة. انما عشان ايه يعني؟ بالك مين هيتعشى هنا قدامك في الترابيزة دي الليلة؟ سيدي بلغني شيكابوم. هو بلغ سعادتك؟ ايوه بلغ سعادتي. منين؟ من اذاعات بلاد بره. يا سلام. جت في التلغرافات. جت في التلغرافات. الحق يا اخي اجوستي، جت في التلغرافات يا اخي اجوستي. اما راجل ملحوظ صحيح. خد يا جدع انت، تعالى تعالى. ايه الهوسه بتاعتكم دي؟ الجدع اللي اسمه نور طلبت منه واحد ويسكي اتنطط وتعفرت وسابني وجري. اجيب لك انا سعاده البيت. تشكر يا اخي. قدامك يا بيه. الله يحفظك. بس سعادتك اتطبحت بوش مين النهارده؟ لا حول الله يا رب. وبعدين بقى الويسكي يا جدع انت. اجيب لك يا بيه. بالك مين اللي هيتعشى جنبك في الترابيزه دي؟ شيكابوم. هو بالك سعادتك؟ بالك سعادتك. من ايه؟ من مجلس الامن. مجلس الامن؟ ايوه مجلس الامن يا خالد. هو ايه ده؟ الويسكي يا جدع انت، الويسكي. الله الست وسط. الحق يا خافوستي. هاتها. الحق يا خافوستي. الويسكي. الست وسط. الحق يا خافوستي. فين الفتاح؟ فين الفتاح؟ الله حبيبي يا فريد. يا سلام، دي مش واخد اوتوموبيل، دي واخد طابور سكه خدمه. بص يا جدع، اتفضل يا مدام. اخلن ومساخلن اخلن. اخلن ومساخلن اخلن. يا سلام، دي واخد طرف كبير يا مدام. على كان لازم فريستو واخد السكه ده قطيفه تحت رجلين خبرين. ميرسي. ايه ده؟ يبقى مين ده؟ ده الخواجه كوستي صاحب المحل هنا. اي كوستي تريندا فيتاكس خاجي نيكولا زخاروبولو. علشان ايه ده كله؟ مفيش لزوم، كوستي وبس كفايه. خادر. انا خجلت وانا سر خدريتك الترابيزه الخيل ودي. ايه هنا؟ دي احسن ترابيزه في المطرح. لا 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 لا، انا ما اقصدش، انا مقصود سقيت اللوكان ده الفلس المحذوفه بتاعتك دي عشان اكون بعيده عن الناس، عشان اتخلص من الصوابع اللي بتشاور عليا، من العينين اللي هتاكلني. انا ما اقعدش هنا، الترابيزه دي تلفت الانظار ناحيتي خالص. والله يا مدام انت لو تقعدي on the ground in immersion for eating full and falafel لنظاري بطبيعتي تتجه ناحية شخصيتك الاندرفول الجذابة مش الترابيزة. مع الاسف انتم مش قادرين تفهموني كويس، انا مخلوقة جنس تاني، العظمة الكبيرة دي رجبتني غصب عني، بتضايقني هتخنقني، الشغلة العظيمة دي مأيدة حريتي، مش عارفة اعيش، مش عارفة ارتاح، بدي ساعة، ساعة واحدة، اقعد على كيفي، اكل على كيفي، ابعد شوية عن الجماهير، الجماهير، انا طفشانة من كده، هربانة من كده. المحمل ده بتبصني كده ليه؟ بتبصني كده؟ لا لا دي ماني هرفوز. سكت وعمل معه، مش لازم يغني. مش لازم يغني؟ يا خادر. ايه نعم. احسن خادرتك استنى الساكت. استنى الساكت؟ ايه مش لازم يغني ابدا. لازم يغني ابدا؟ ليه بقى؟ قاعد في الكتاب؟ قاعد في الاسكولا؟ ابدا ابدا. ازاي ما غنيش؟ انا حر. ما
بتبصني كده ليه بتبصني كده ليه بتبصني يا حضرتك يا سيدنا الافندي يا حضرة الفاضل يا سيدنا الافندي يا سيدنا الافندي الست حداها صداع عندها صداع طب ما تقول لي يا اخي انا ما كنتش واخد بالي والله لا حول الله يا رب ازعجت الست فعلا والله يا استهانم انا متاسف ما كانش عندي خبر سلامه حضرتك بعد الشر على حضرتك لا باس على حضرتك العفو ده وارد انا كنت فاهمه عندك من كده انت هتقعدنا فين؟ مطرح كله تحت امر تحت امري ازاي؟ الترابيزه الوحيده اللي كانت تناسبنا شويه مشغوله مش فاضي حضرتك عاوز يستنى خينا؟ خالف خش من فضلك حضرتك سيبه خالف الترابيزه دي سيبوا خلنا الترابيزة دي؟ عايب تعالى في الترابيزة التانية نعم انت خلاص انت تعاول فهمني انت حكايتك ايه؟ انت فاكرني ايش؟ فرد الشراب؟ لا فرد الجزمة الطواحة زي ما انت عايز يمين شمال؟ لا انا مش منقول من هنا يعني مش منقول من هنا دي فريدي ماشي غريب والله ايه الاخلاق الناشفة دي؟ اخلاق الناشفة دي؟ مال الاخلاق الطرية يا استاذ تقوم الناس بالعافية تاخد ترابيزاتهم؟ قال لك اتنقل من هنا لازم تتنقل من هنا تو ماتش وانا مش بقول من هنا يعني مش بقول من هنا تو ماتشين والله علموني مش كويس يا سيدنا الافندي يا حضره الفاضل انت طبعا راجل كنت المان والست ليها مزاج تقعد هنا اظن يعني من بعد اذنك من باب الانسانيه من باب البوليتيس بوليتيس لا ما دام فيها بوليتيس شيل شيل هاي باسيل الناس تفهم في البوليتيس احنا محاسيب الست احنا ما نتاخرش عن اي خدمه للست احنا رايحين اهو بني ادم غزيل جدا سفير انتيباتيك معذور ما اعرفش حضرتك طبعا لازم كده انا مبسوط انا حرد على كوستي طلعه بره ايه عايز ايه؟ اقعد على الارض بقى ولا ايه؟ دلوعت امه وابو سيده ايوه عيله دلوعه وهموميه ايه المخلوق الغريب ده؟ باين عليه اردناري قوي اظن حداه لحس ايه رايك ان نبي على كوستي طلعه بره؟ لا 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 خلوه ده لقطه ده اكتشاف هايل هو بالتاكيد مش عارفني يا سلام قد ايه انا مبسوطة لقيت واحد ما يعرفنيش واحد في البلد ما يعرفني اسمع يا هيس انت يا هيس قول يا ايوة يا سعادة اتكلم هناك ايوة يا ستة لا مش انت انا يا فندم انا هيس هش بس يلا يا اهلا وسهلا يا اهلا ليلتنا ان شاء الله زي الفل زي الفل الابيض ابيض ايه هو في فل اسود طلعت عوجه دي لمؤاخذه انا ما احبش اللت والعجن كتير ايه فل ورد تحياتي يا فندم وتحيات بمناسبة ايه تعرفني؟ لا اعرفك محسوبك يبقى تبقى ولا ما تبقاش انا يهمني ايه خلاص اسكت ويخرب اسكت مش انت بتقولي هس وبس وبس مش عشان تعرفني باسمك الكبير وشخصيتك العظيمه انا قلت عظيمه خلاص 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 خلاص
افهم. جيب واحد ويسكي علشان خدريتو. لا عشان لا ده واجب عليا، انا معايا فلوس كتير. هات احسن شمبانيا هنا. لا مش تجيب يا كاستي، جيب واحد ويسكي علشان هو بقى. لا اذا كان عشان هو بس ما تجيبش يا كاستي. عيب يا حضرت عيب. الست ست عيني وراسي بس عشان شارب كتير والله. شارب لما اكون شارب برميل كمان. الست عمرت خلاص تحت امرها بس شارب والله. علشان خاطري انا ما تكسفني يا دهيتك. هات اللي عندك كله. هات المحل بحاله. يا سلام الله يرحمك يا عم ويرحم فلوسك يا عم. مرحبا. ده باين عليه خشاب ياوي. ده زراني خالص. واحد عايش في مصر ولو مش عارف حضرتك. انا متأكد اذا عرف شخصيتك هيغمى عليهم الاندهاش. اسمع يا حضرت. لا حرام ما تخدوش. طولي بالك حبتين خلينا نضحك شوي. انا مش هفاجئه حتى واحد. الا قل لي يا ابوي. نعم يا والدتي. انت سبق لك واشتريت الصرماي. والله ما اعرفش. اسال افندي الهزاز اللي تعرف الست تبقى مين. لا ما اعرفش تبقى مين. خد بالك دلوقتي حضرة جنابها تبقى الست عزيزة شيكابوم. شيكا ايه؟ شيكا ايه؟ شيكابوم. شيكابوم؟ ايه ما سمعتش بالاسم ده قبل كده والله. ابدا ابدا. شيكا شيكابوم. ايوه قول كده. افتكرت دلوقتي. افتكرت اهو كده اتصل. وحضرتك مش ليكي اخت اصغر منك شوية اسمها تشيكوسلوفاكيا؟ سؤال بسيط من فضلك. بسيط كبيس اتفضلي. انت بالتأكيد مش من مصر. لا مش من مصر ازاي. لا لا من جوه حواري مصر. حواري. ايوه اقول كده. باين عليك. باين عليها ازاي؟ ايه مركب على وشي مشربيه ارامسك؟ نعم. ومن امتى قلعت الهدوم بتاعت الحواري ولبست بدلة فرنجي؟ لبست بدلة فرنجي؟ انا يا اختي مولود من بطن امي لبس بدلة فرنجي كده. ايوه كده. لطيف قوي. وانت خفيفة قوي. والداية بقى الداية. مالها يا اختي الاخرى الداية؟ الداية لما سحبتك يا ابو بدلة فرانك. افان شدتك ميكروفات. يا سلام. لا شدتني من رباط الجزمة. ما يعني فكركو انزل من بطن امي راسني لابس بدله وجرافات وقميص ملش وامشي حافي؟ اشوفوا يا جماعه انا شارب كاسين يعني ودماغي لفه ثم من غير شرب. انا عارف روحي. انا غجري. انا في التلبيخ ما توصاش. انا تدوني كلمه اديكم عشره. انا لكن معلش مفيش لزوم. مفيش لزوم. ايه يا لفين مترحمي يعني؟ ايه مقدراني زي الافندي ابو بابيون ده. لا مش ارجوك انت هتنفعني ياوي. ايه نعم انفعت في ايه؟ في مشروع هاي. مشروع بتاعي انا ناوي اعمل فيلم. ولا مالي تعملي فيلم تعملي محشي دخلنا ايه؟ مش
تقولش كدمار، خلي صدرك واسع، خلي دمك بارد. دم بارد يا ست برابوم. شيء اخي الله شيء كابوم. انا مالي، انا شهرتي بتوع حلق حوش، بتوع رمص القرادطية، كل دول بياخدوا دروس مني في الشتيمة، في التهزيق، في النقورة وفي النقوزة. اظن مفهوم. ايه انت زعل؟ انا ما عنديش ابدا اي فكرة اني ازعل، افهمني بالراحة بالراحة. اذا كان بالراحة نفهم بعض، ما فيش بلد. نعم. الفيلم ده اللي انا ناوي اعمله في مناظر بتحصل عندكم جوه الحواري. اللهم طولك يا روح. نعم. وحضرتك هتفيدني فايدة كبيرة قوي في اني ادرس على حضرتك اغلاي الحواري. والنبي تحت امرك على عيني وراسي. انا مستعد اخش لكم خناق، مستعد اقلب المحل على دماغكم، مستعد اقلع الجزمه واطيح فيكم. ايه لحظه، انت هتكلم مين؟ هكلم مين يا اخي؟ الواحد لازم يكون عنده شويه بوليتياس. اتفضل يا سعاده البيت. ما بدري انت راغب، استنوا لما المدفع يضرب بقى في رمضان الجاي ان شاء الله. اتفضل يا سعاده البيت. لا الحواري قال حكم هم متربين فوق سيمراميس. هات يا سيدي لقمة. ايه ده؟ لا العيش يا سعادة البيت. عيش؟ العيش جوه ظرف؟ ايه رغيف مسوبر يعني؟ ولا خبزينه في البوسطة؟ ده باين عليه مغرم حتى. نعمة حواري ايه؟ حمام خد يا ابني، ما تجيب لي بشكير وميوه بقى بالمره. خلاص خلصهم. لا يا شيخ والله العظيم. خد خد ده، ايه ده كله ده؟ ده ظلم حتى. كل دول ضد ده؟ مفيش رحمة. خد عندك سكينة يا سعادة. عندي يا ابني اهي اهي حواري اهي. عشان يتقطع على دماغك. ها طيب اتفضل يا خيرة المشاورة. طب بس عارف هو بس اخدم وساخدم اخدم وساخدم من اخ حضرتك يا مدام عسل اخدم وساخدم حضرتك مرقص حضرتك كوهين. اصحاب محلات الادوية المشهورة. اشهدتي العفو يا استاذ العفو. ما انا ما اكلي على الموضوع بتاعك. وطيب انا حابة اكلم يا ناسو بالتليفون. يا سلام ميرسي جدا يا استاذ. ربنا يديم حسك وحس مروحتك. ربنا يخليكي لنا يا ستي. ربنا يخليكي ميرسي ميرسي. اصل احنا كنا مشغولين شوية، كنا هناخد صورة. متأسفين يا استاذة احنا ازعجناكي. معنا يا سلام سعيد اكسلانس. يا شرف كبير. الله اكبر. ايش جابك هنا يا اخ؟
والحق في رجلين المحروسين. خش وادك بس نفسك اكل كويس وحاسبني. وادي يا نور. ايوه يا سعاده البيه. خد الافندي ده اكبسه اكل. حاضر. وحاسبني انا. يا طعم يا كويس يا غني يا فنجري. الهي موتوا بعيد اهلك. الهي يا خلاص. عظيم عظيم جدا، بس عاوزين كرسي هنا حد يقعد عليه. هاتوا السلام من جد علينا جدا. الله ده عباس. تعرفوا ده مستخدم عندنا. مستخدم بياع من اول يوجا طويلة. يلا يا خضر. تعال على سنة مسكت الصورة. لا مش حمسك صورة. سيجوما. انت يا سيجوما. نعم يا ست. عاشورة. عاشورة. كيف حلوان دودة غنفسة. بس بس سيبوني عليها، انا هعرف اربيه هنا. اسمع. نعم. عمرك شكلت علقة جامدة؟ لا. عمركش خدت بوكس طير لك صف اسنانك؟ لا. اذا الست امرت حالا تتنقل عشان تاخد الصوره. وما كنتش هتنقل عشان الصوره. هلدعك لقميه تجيب اجلك. شاور نفسك، قدامك نص دقيقه. مال ما بطل موته. يا استاذ. نعم. سيادتك ما عمركش اكلت قلم حلو؟ ابدا. لا ده انا هخرب بيتك انا والله. انا اللي هدوس على رقبته. انا قلت لازم تتصور. قوم اتنقل. لا مش هقوم ومش هتنقل. قوم اتنقل ما تطلعش عفاريتك. ادوب انا في عفاريتك، اموت في عفاريتك. طيب انا هوريك. ناو ناو خدي. قوم اتنقل. لا مش هقوم ومش هتنقل. كوستي ايوه خد. وعيتك سودا. ناو ناو خد. وعيتك بيضا. كوستي خد. هتتصور. مش هتصور. ناو ناو برضو مفيش فايدة. مفيش فايدة. هاتوا سلطة يا جماعة، هاتوا سلطة. انا هموتك عفنوك. مفيش فايدة. اسمع انت وهو. أيوة. شغلتكم بتاعي الناس عليها لكم حالا بالتليفون. كويس كويس. على شرط الكلب ده يضرب من عندكم ويتغفل. ينغفل. يترفض. يترفض. كلمة مفيش غيرها. كلمة كلمة مفيش غيرها. كلمة يترفض. يترفض. اصلي يا استاذ مركزنا حارق جدا. تشتري لغات المستخدم زينا ما يسواش ثلاثه خد وتبيعوا شخصيتي انا يا زفت يا حول. انا مستخدم انا راح يموتك، راح يتباخر يا مدام سيكاسيكا. هو انا هسيبك دلوقتي ولا استنى اوعى تقرب؟ والله العظيم ثلاثه. ازاي اعيش انا حالي بينك وبين عزالي؟ عزالك عزالك عزالك. انت مش هتخلص من عزالك دول. ومع ذلك عشان ايه عزالك؟ انت ليه بقلب عزال؟ اطلع الى صباح الله. صباح الفل. اهلا وسهلا. صباح الخير يا مدمدل سمحة. ازيك يا عبية؟ الحمد لله. عباس فين امال؟ ما جاش لسه. الساعة بقت 8 ناولني الزهرية. يا صباح الفل. يا صباح الحاجات الحلوة. غريبة ايه اللي أخره؟ ملوش عادة. زمانه جاي. امبارح كانت ليلة زي بعضها. مين عباس؟ ازاي؟ تقل في الشرب قوي لما خلاها طينة. ولبخ مع حسن بيه ومع المرقص افندي وكانت هترسي على البوليس. يا خبر. ازاي؟ اسكتي يا مدمازيل سمحة اسكتي. كانت ليلة طلعوا التلاتة يجروا وراه عايزين يخطفوا روحه. هو بقى يحدفهم باللي قدامه، شوكة سكينة كوباية. ده حسن بيه قالوا في عينه وركفرخة كان حيلحها.
والخارك وهين ابوك نفد من كوبايه هفت جنب ودنه عدل. اتاري بابا امبارح ما نامش طول الليل واساله يقول لي صداع. طب ومرقص افندي؟ لا مرقص افندي شاف الحكايه هتحمى نزل تحت ترابيزه على بنش من بعدها. غريبه وعشان ايه ده كله؟ عشان ايه ده كله؟ لفام يا مدموزيل سمحه لفام شرشي لفام بايون من تحت راس النسوان. نسوان؟ ايوه يا ستي واحده انما اقول لك الحق شكلها حاجه فخفخه قوي اظن ما بتسمعي بيها اللي اسمها شيكا بوم. شيكا بوم؟ بوم 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 بوم. شيكا بوم المشهوره بتاعت السينما؟ هي الظاهر بتبصبص له بتنمر عليه. شيكا بوم تبصبص لعباس بتاعنا؟ ايوه دي كانت حبيض وتفقس على صوره تاخدها منه. صوره من عباس؟ ايه وهو رضي؟ اخ يومي مفيش فايده بقى بقت تشب وتلب والناس تترجاه وتبوس في ايديه وابو العرس ولا هو هنا قال التقل والدلال على الاخر. اما والله حكايه. لا لا خليها محلها. لا مطرح ما كانت ايه يعني؟ مطرح ما كانت بقول لك. ازاي الا مدموزيل سمحه؟ نعم انا ملاحظ حضرتك اليومين دول ابتديت تحبي الورد قوي. يعني ايه؟ ما انا طول عمري بحب الورد قوي. يمكن انا اللي مش واخد بالي بقى. ذريع خليها هناك برضو. ايوه قلت لك. طيب انا خالي. الله يقطع خالك على عمك في ساعة واحدة. الو؟ ايوه هنا المحل. عباس افندي؟ لا يا مدام لسه ما جاش. نقول له مين؟ ما يعرفش حضرتك؟ لا بالكتير ربع ساعة يكون هنا. العفو. ما تعرفش حضرتك من بتسأل عن الله. ده رابع تليفون النهارده لسعباس. المصيبة يا مدموزيل كلهم ستات في ستات في ستات. وبعدين بقى؟ منظور سعيدة أهلا وسهلا. نعم من فضلك مش هو ده المحل اللي بيشتغل فيه المستخدم اللي اسمه تعباس؟ يا فندم المحل اللي بيشتغل فيه المستخدم اللي اسمه تعباس. والله انت بتتكلمي بأي لغة يا مدموزيل؟ ايوه هو ده المحل اللي بيشتغل فيه تعباس. يا فندم الطلب. انا كنت عايزة الدواء اللي اسمه هو حضرتك سعباس. ليه يا ست مثلا؟ معلش بقى اخد بعدين. وليه بعدين وقبلين ده اللي اسمه ايه؟ خلاص بقى انت هنا. ايه ده؟ من فضلك يا مدمدام. نعم هيجي امتى سعباس؟ جايز يجي بعد دقيقة اتنين خمسة ستة سبعة تسعة. ها؟ بقول بعد دقيقة اتنين خمسة ستة عشرة. ياه ده لسانك صعب خالص يا مدمدام. يا سلام دي صعبان عليا خالص. انت لازم تروح لدكتور. يا سلام والله يا مدمدام سعيدة. حاضر ابقى اشوف. سعيدة مع السلامة يا روحي على فصاحتها ومش عاجبها لساني. لا وبسلامتها عايزة سعباس تعمل بو ايه؟ حمى وطلعت في البلد. مرض جديد مرض ستاتي اسمه سعباس. غريبة وعلى ايه كده؟ انا كمان بقوله على ايه كده انما زهرية خليها هناك. ايوه قلتلك انت هتجنني ولا ايه؟ لا الله ازاي اعيش انا فاهم. هو مش جاي النهارده ولا ايه؟ هو سايب معانا من التليفون بتاع لوكاندا. انهي لوكاندا؟ اللي بينام فيها. فين دي؟ الكبيره بتاع سواحين اللي في شارع ابراهيم باشا. ايه شبل؟ لا الثانيه اللي في ميدان الاخرى. نزل حضرته في الكونتيننتال؟ يس. هل الو كونتيننتال؟
فضلك المستر عباس بيحرك نزل عندكم هنا؟ نعم؟ اتنقل؟ اتنقل راح فين؟ مين هاوس؟ يا ولد مفيش كده، سعادة البيل بيع بتاعنا أنا نازل في مينا هاوس. ما؟ أنا تعمدت مخصوص أدخل حضرتك في محل ما أعرفوش، ماليش بيه أي علاقة وما دخلتوش قبل النهاردة، وعلشان تصدقني سعادتك من فضلك يا مدموزيل. أيوة يا فندم. حضرتك تعرفيني؟ متأسفة يا فندم ما افتكرش. عظيم، وانت يا بني ادم انت؟ نعم يا بيه. شفت خلقتي ليه قبل كده؟ اظن يا حضره اظن. استنى استنى. ايه شفتني قبل كده؟ ايوه يا فندم شفت حضرتك، فاكر تمام شفت حضرتك في مولد النبي. مولد النبي؟ مش حضرتك اللي كنت واقف عريان في السيرك وبتشيل حديد؟ حديد ايه؟ ده جسمي يقف عريان ويشيل حديد يا مغفل، ولا شيل صفيح حتى؟ انا من المؤاخذة يا فندم تخلى من شبه 40. انا متاسف. ايه الخدمه يا حضرتك؟ يلزم حاجه؟ ايوه، احنا جايين هنا نعمل تحقيق. تحقيق؟ ما حقوقه خلصت من زمان. هي ايه؟ مش حكايه الصراصير؟ الصراصير ايه؟ احنا جايين هنا نعمل تحقيق اجتماعي. اجتماعي؟ ايوه، حضرتك مفتش نقابه موظفي المحل التجاريه. انا هم واكرم، تشرفنا. حلمك من فضلك افهميني الاخر. ايوه، وانا مندوب الاجتماعي للنقابه. اهلا وسهلا، احنا بتفتش علينا هنا وزاره الصحه مش النقابه. الغرض من جينا هنا عندكم انصاف الطبقه العامله من الموظفين التجاريين والعمل على حمايتهم. اظن فهمتيني. والله لا هفهمك زياده. انت طبعا بتشتغلي هنا؟ لا، انا ابويا صاحب المحل. برضو ما تنفعيناش. والجلع ده بتاع مد النبي؟ لا ده فراش هنا. ما ينفعش راح. امال ايه اللي ينفع يا حضرة؟ احنا عايزين مستخدم البياع. مش في عندكم مستخدم يبيع لنا؟ ايوه عباس. ايوه احنا عايزين عباس. لسه ما جاش. ازاي لسه ما جاش؟ ايه الجلع عباس ستات عباس؟ هو معادي المحل الصبح الساعة كام؟ الساعة 8. طب ده دلوقتي الساعة 8 وتل. هو المستخدم ده متعود يتأخر بشكل؟ لا النهارده بس. مسكين، مين عارف اللي أخره؟ مواصلات مزدحمة، طرق مرتبكة، مريض فيه عائلته، طفل من أولاده، لعل له عذر احنا لهم يا أستاذ. وهو جايز ما يحضرش يا حضرتك، وأنا مش فاضي أنتظر، تعالى ندرس المسألة في مرحلة. منظور يجي ولا إيه يا مدموزيل؟ فاهمينا؟ في أوتومبيل بره، عايزين نيجي نشوف يا عطية. أوتومبيل؟ هو الموظف بتاعكم بيجوا في اوتومبيل؟ امال لحد كده العنطزه؟ مش عنطزه يا حرة المفتش. مين عارف عنده ايه؟ روماتيزم، عرق النساء. تلاقي السواق قريبه وصاحبه حن عليه بيوصله ولله. هتشوف بعينيك دلوقتي هيكل محطم من هياكل الانسانيه المعذبه، ضحيه من ضحايا التعب المستمر في سبيل رغيف العيش. عندي بقى انت اصحابنا ده ليه؟ هبعتلك حالا، هبعتلك السواق بتاع تاكسي ايه لعبد المال اللي ما عندوش فكه ورقه ب 10 جنيه؟ خد يا استاذ. ايوه فك دي، اديله منها 2 جنيه. 2 جنيه اجر التاكسي؟ ايوه مسكين كان سهران معايا طول الليل. يبقوا شويه. هادي عطية. ايوه اديله 4 جنيه. يلا يلا ان شاء الله ما حد يحوش. يلا خليه يتبحبح. الله نعم ابو الفقر. الله يرحم عيال الفقر. عشان كده خد قبل يا ولد. ايوه ناولني هدوم الفانتازي. ايوه ايه اليافة العجيبة دي؟ الورسيه ما يلبسوش كده. امثال المسكين ده يتغدى بقرش تعريفه علشان يلبس بدله ب 10 جنيه. ايوه اصحاب المحلات بيجروهم على كده بالرقوم يا استاذ. ايوه استاذ. ايوه هات الدفتر. يلا. ايوه دفتر ايه؟ هيكون دفتر ايه؟ دفتر الشيكات. ايوه دفتر الشيكات. دفتر الشيكات. لازم مسكين محوشه قرشين على قد حاله. مين عارف شيل المر قد ايه لحد ما حوشه؟ القلم الذهب. ايوه والعلبة الذهب. أنا عقلي ذهب. إلا من فضل حضرتك. أيوة يا فندم. نعم. أي طلب أي خدمة؟ لا بس إحنا عاوزين ناخد وندي مع بعض شوية. ناخد وندي في إيه؟ في الكلام يعني. والله لا كلام ما عندناش. إحنا ناخد فلوس وندي أدوية.
انما كلام ما انتجرش. المقصود نتبادل اطراف الحديث كده من غير معرفه خالص. مع ذلك اتفضلوا اطراف الحديث دماغ الحديث، احنا تحت الامر. ايه نعم طبعا حضرتك محسوبك عباس حلو. مش مهم، انما يعني مش مهم مش مهم. ايه تعرفوهم دول؟ ابدا. حضرتك بتشتغل هنا مش كده؟ نعم حضرتك بتشتغل هنا مش كده؟ لا انا بشتغل في الكتكات. كات؟ بطلع مع البليه التوريالي في اخر نمره. الافنديه دول بيطلعوا ايه؟ ما اعرفهمش ابدا. ومالك كده مش واقف على بعض؟ مش كده يا حضرة؟ خليك حليم شويه، ادينا من فضلك فرصه للمناقشه بشويه هدوء. اتفضل يا فندم فرصه 2-10. ايه تعرفوهم دول؟ ما اعرفهمش ابدا ابدا. انا شايف مع حضرتك دفتر شيكات. انت بتشيل فلوسك في البنك؟ غريبه شويه. امال سيادتك لما يكون معاك فلوس بتشيلهم فين؟ في فردة شرابك؟ جوه بطانة جاكيتتك؟ اتقدم من فضلك وانت اتكلم كويس من فضلك. انا لما يكون معايا فلوس عشان في البوسطه. بوسطه؟ ايوه البوسطه. ده حضرتك انت بتاع البوسطه. البوسطه زمايلهم على قد حالي. على قد حالك يعني. البوسطه ما بتقبلش اكتر من 500 جنيه. طب و 500 جنيه؟ 500 جنيه؟ ده في نوم يا فندم ده. انا عندي يا ابني رزم رزم رزم. اروح مصلحه البوسطه وانا شايل تن فلوس؟ المصلحه تتخض، المستخدم الواقف في الشباك يطب من طوله بالسكته الفلوسيه. بوسطه تجرالك ايه النهارده؟ قبل اكسلانس سيجاره يا بيه. ايه علبه ذهب؟ ايوه ذهب. ايه ما شفتش ذهب؟ محدش في عيلتك جاله حلقان ذهب؟ خالتك لما اتجوزت ما جالهاش سيكه ذهب؟ اتقدم من فضلك وانت اتكلم كويس من فضلك. العلبه دي بتاعتك انت؟ لا بتاعت امي. يا فندم اتقدم من فضلك. واحنا قلنا اتكلم كويس من فضلك. حضرتك بتاعتك مش بتاعت ايه؟ سارقها؟ خاطفها؟ والله العظيم عاد. انت لازم تفهم انت بتكلم مين. هذا اللي عايز افهمه. نعم بكلم مين؟ انا مفتش النقابات تحت العمال. نقابه؟ ايوه. اهلا وسهلا. كنت كده من الصبح. وادي عطيه. ايوه. هات 3 قهوه. ايوه. واحد سكر عريحة علشاني. وهي النقابه تشربها سكر زياده ولا عادي؟ تظهر عليك واخد الدنيا كده قفش تشتيت. ايه ده؟ هي الدنيا ما تتاخدش غير كده يا حضره الفاضل. الدنيا ما تتاخدش غير قفش وتشتيت. اسألني أنا عن الدنيا وأحوالها. أنا الدنيا اتمرمطت فيها اليومين دول كويس، عجنتها وعجنتني. اسمع مني أنا، كله فاضي كله أكس وكله إرمي. لا تبيتن في الدنيا إلا خالي البلد. إيه دي دي؟ لازم حضرتك بالشكل ده مرتاح جدا. لازم حضرتك في منتهى السعادة. في منتهى السعادة؟ أنا في منتهى السعادة؟ ده انا في منتهى الفحم الحجري. انا في منتهى البدنجان الاسود. ايه اتفضل. ايه شايف؟ روح يا شيخ روح. اللهم يا ابنك بلوتي روح. يا حول الله. شايف قول. ما انا بقول اهو يا ابني. انا بقالي يا حضره دلوقتي 20 يوم ورا بعض ما دقتش فيهم طعم النوم 20 سنه. مسكين يا حول الله. شايف يا سيدي قول. يا الله زيد دكتور فين الساعه كام؟ الساعة 8 مساء. طيب يا اخي. لازم مسكين بيسرح بالليل مش هيبقى ليه في جيبه بايده وعشان يكمل على بيت عيشه. عيشه ايه ما فيهاش؟ انت فين يا حضرة وانا فين؟ امال ايه بس؟ بسرح بالليل اي نعم، لكن مش عشان بقيت عيشه. بسرح عشان حظه، عشان انبساطه. انبساطه؟ ايوه السعادة يا اخي. بدور على السعادة. ببحث عن السعادة. كنت فاكر زمان ايام الفقر الذكر ان الفلوس هي مفتاح السعاده. الدنيا كلها بتقول كده. مسكت دلوقتي في ايدي مفتاح السعاده. ادب مفتاح السعاده في كوالين السعاده ما بتنفتحش السعاده. اجيب لها ايه؟ طفاشه؟ لو العجيبه الناس يموتوا في حاجه اسمها كذب. يحبوا الكذب حب جامد قوي. تقول
للعجوز المخلع يا بياضك الحلوين جني، للست الزرقاء الحمراء العجوزة اللي فوق التمانين، يا شبابك الصغير يسترها معاك يا خوي. كدب يا أستاذ، يحبوا الكدب، يموتوا في الكدب، يدوبوا في الكدب. يعني عايز تقول ايه؟ عايز تقول مفيش سعادة في الدنيا؟ والله في سعادة بس مش مع الكدب. السعادة يمكن تلاقيها مع الحقيقة، لكن الدنيا هي قدام المحل. في حقيقة في الدنيا يمكن تلاقيها هناك بقى في مجلس الأمن. يا حضرة المفتش يلا بينا، ده مختل الشعور. ده مختل الشعور؟ أمال إيه بس؟ ده فيلسوف عصره، ده حكيم زمانه. اتربيت فين؟ اتعلمت فين؟ يا عم لا اتربيت ولا اتعلمت، انت هتهجص ليه؟ مين اللي هذبك؟ مين اللي سقفك؟ لا حد سقف لي ولا سقفت لحد. امال انهي استاذ اللي درس لك؟ اللي درسني؟ اه اللي علمني؟ الجوع، الفقر، البيات من غير غطا، الناس واحوالهم. اللي علمني الفترنتين دول، شوية الأزايز اللي مرصوصة جنب بعض، شوية الزباين اللي داخلة وخارجة أصناف وألوان، وأكتر بقى وأكتر حمك. إيه؟ حمك. حمك؟ بقولك مجنون ده يا بس. استنى بس، بتقول إيه؟ بقول حمك. ح ميم كاف حسن مرقص كهين وألف فيه دي كلها كوم وكاف لوحده كوم. لا مؤاخذة، خد الوردة واتكلم بحرية. عباس افندي. نعم يا سيدي. كلم مرقص افندي. مرقص افندي؟ ها شايفين؟ بيجوا على السيرة زي التعابين اهو. مرقص افندي يعني ميم، وميم دي مشاكل مصايب. عن اذنكم، وادي عطية. ايوه. اخطف رجلك لحد الحاج النام بتاع الفول. ايوه. خليه يجيب لي شوية مدمس كده بحسبة قرشين ساخ كويس. مدمس؟ ايوه. حاضر. ليه ما فطرتش في مينا هاوس؟ مينا هاوس يا شيخه بلاش قرف، حته مربى حدقه، حته زبده كده عايزينها بالسنتي، شويه سواح بياكلوا كده اكل مش تمام. وادي عطيه. ايوه. برطمان الفيزدين غسلته ولا لسه؟ عند الحاج محمود بتاع المخالف. طيب جيب لي منه ترش بلدي بحسبه 2 جنيه كويس. طيب. عن اذنكم. اتفضل. عن اذن النقابه. ايوه يا مرقص افندي. نعم. ايه ده؟ أنا فين؟ ده المستخدم الدايخ، الهيكل المحطم اللي جايبني حضرتك أتفرج على غلبه؟ ما تختارش بظواهر يا حضرة المفتش، يمكن الهرضان الرغاي ده يكون أغلى المسكين. أيوه أيوه أيوه. أيوه أيوه أيوه، لك حق. 100 طبعًا. ده حالته اتقطع الدم. من شدة فقره نازل في مينا هاوس. اللهم فقرني يا رب ونزلني في مينا هاوس. افقرني واديني دفتر شيكات ورزم ورزم. اتفضل يا حضرتك. ما تقول حضرتك. اتفضل يا شوف الحاله. شوف حالتي. شمس وكلب. انتوا جايين ايه حضرتك؟ انا صاحب المحل يا اخوي. طيب يا حضرتك صاحب المحل، لما تخدم ناس عندك مش تنقيهم، تجيب لنا مجنون تعملوا بياع؟ فهموني، حصل منه حاجه؟ لا قال لكم حاجه؟ قلت له ولا قلنا حاجه ولا حصل حاجه. امال حضرتكم ايه؟ احنا جايين هنا نعمل تحقيق. تحقيق في ايه؟ ايوه يا سيدي، انا مندوب نقابه موظفي المحل التجاري. شرفنا يا سيدي، اهلا وسهلا. المستخدم ده حضرتك بتديله ماهيه كام؟ تفتكر كام؟ تظن كام؟ تشتريه هو كله بكام؟ اذا كان اقل من معدل نقابه اقل من مستوى حاجه ثانيه. معدل مستوى إذا هيجي له مستوى في نين عينه. المستخدم المجنون اللي شفتوه ده بيمزع من جدتنا كل شهر 30 جنيه مائية. 30 جنيه؟ الله الله. وعشرة في المية من الأرباح. أرباح إيه بس؟ أرباح المحل التجاري اللي أنت شايفه ده، وكنت طلعته على قلبنا لمدة 20 سنة. لا 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 لا، ده المحل ده كله مدخول. إذا هيجي له مستوى في نين عينه. راحت فين اللزقه الامريكاني؟ الامريكاني هناك في الدرج الفوقاني يا بابا. الفوقاني انت هو مين يا انت الاخرى يا شيخ؟ انا بقول على عباس. عباس ده مرقص افندي. هو سي مرقص بسلام تشرف. حله البركات، نلجمه نحزمه.
هو ده إن في المحل خبر أسيوطي، خبر إناوي، خبر ينقلها إزاي؟ والله ما أنا فاهم. إيه الفستان الحلو اللي أنت لابساه ده يا أختي؟ ده مش خسارة تمرمطي حاجات حلوة زي دي في المحل هنا؟ مش أحسن ما هو مركون في الدولاب يا بابا؟ إيه ما هو مركون من زمان، إيش عجبه طلع اليومين دول؟ ما هو مفيش فايدة، ده واعي، ده متبتب، كان أبوكي أشطر. بارك سعيد يا خافر. أهلا وسهلا، إيش جايب له؟ فطور بتاع عباس أفندي. فطور جايب له إيه؟ إيش جايب؟ فول. فول ومخلل. قولوا مخلين الجربوع ابن الجعانين ابن الصيعين يحوشهم على قلبه وياكل فول، معدة وسخة. الحميل إذا جابوا لهم فزدق ما ياكلوكش، التبن عندهم أوكل. يا حريق دمي لا يحرق دمك يا بعيد. أنت بيت احتوي، أنت ما فيكش ريحة الدم. سيبنا من فضلك من ريحة الدم، خلينا في ريحة النقدية، في ريحة الفلوس. ايه بيقول لك ايه دلوقتي كمان؟ قالوا الجل وتعب السر بيطالبنا بزيادة مرتب. عايز 20%. 20%! 20%! أمر عسكري صادر النهاردة في الجريدة الرسمية، لا فيه لا أبويا ولا أبوك، في حبس، في زنزانة. الدنيا غالية بعد الحرب زي ما أنت عارف. غالية عليك أنت؟ أرصان على الألوفات اللي عندك وجاي تزودهم من جتتنا. اخبطوني عين دول ولا ايه؟ انتوا مالكم مال الألوفات اللي عندي؟ الألوفات اللي عندي دي حاجة تستحمل ايه؟ سنة، اتنين، تلاتة؟ أنا بعمل حساب المستقبل. المهية هي اللي هتفضل لي في المستقبل. حكيم أنا مش هخرج من عندكم أبدا. أبدا. 20%. عطية! ايوه الفول يا عطية. جوه تعالى اتفضلوا معانا يا جماعة، اتفضلوا. بسم الله. قلت تسم الهالي اللي ينزل بجدك لك الشحوار اني شحوار بدنك. طب ما تتفضلوا معانا على ما اسم فول. نزه روحك فول احسن من البوريه. انتوا لك التامزة جبن عجوه. اتفضل معانا سي مرقص افندي. الجنون يا مرقص افندي، الجنون، الجنون يا مرقص. سي مرقص. نعم يا تقوين. انبسط يا اخويا. انبسط بالاه يا تقوين. شفت علينا الصوره اللي بحبحتنا؟ وحضرتك ما كتبتش الكونترات المعتبر اللي نغنغني؟ نكتفه نلجمه. ادي خربتها يا حبيبي وقعدت على سلها. انت اللي تقعد على جبنة هرمه، ده انت جننت هتلر. ايه ده كمان؟ مفيش يا عم، انت بفضلك ما تتدخليش في حاجه زي كده. اتفضلوا وسط الكراهيه كمان، وسط الكراهيه. لا 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 لا، هو اللي مخلصهم. هو اللي مخلصهم. لا لا لا، شيلوا من هنا وخلاص. انا قلت لك من فضلك ما تتدخليش في حاجه زي دي. انا مش قادر افهم. هو نسيبكم قريبكم؟ انا مالي؟ تعالى سمح، انا عايزاك. يلا حسن. ازاي ده؟ لازم هو اللي مسلطهم علينا يا عباس. حضرات التجار الكبار اصحاب محلات الوهم والدقيق والخربشه. خربشه ايه يا ست عزيزه؟ بس دي خربشه ايه؟ انتم مليونين للكوميسيونيه حجاب وشغل بمبلغ 3000. طب ده شيء خاص بينا وبينهم، مش دخل حضرتك. المبلغ ده يستحق الدفع من 15 يورو. تأجل الدفع يا فندم. مفيش تأجيل بالكليه، المبلغ ده لازم يندفع في ظرف 24 ساعه. ايوه، والدفع ليا انا. كمية انا اللي اشتغلت. يا نهار اسود. ايه وتحولت كومنسبل في يوم تاريخ؟ يعني اجوغدوه مم اذا كنتوا عتفهموا بالفرنساوي، واذا انتو تاي اذا كنتوا عتفهموا بالانجليزي.
لباركليز بانك فور بريتش امباير تومانيوم كولينز اند اوفرسيز. ونزلت البرتوسط تمهيدا لاشهار التفليس. تفليس يا بحريس ودون نايم. ده ظلم يا اخواتي. 24 ساعة. 24 ساعة دي يا زيادة ما فيه. خلاص ودتنا في داهية. حركت مروحينا. هتبقوا تسلطوا مستخدم من عندكم يبقى دي الواحدة في مركزي. والله ما شاء الله تعالى. عشان تبقوا السيارة اللي جاني لك كذب زي دي تشوشوا على سمايتي. نجاي ايه يا ست عزيزة؟ يا عباس يا حزين على عمرك يا عباس. الى هنجي لك غرعة وتكون في كبر يا عباس. ايه ده عندكم سحراتي ولا ايه؟ ايه حاجة؟ اهلا وسهلا. ابعد نفسك. ابعد عرفك. خد مزيكا اللي شايف. انا طلبت منك انت يا ضفر صباع رجلي برغوت. ضفر صباع رجلي برغوت مستخسره فيها برغوت بحاله. انا طلبت منك انت انك تتجوزني. يا نهار اسود وغفل مين قال الكلام الفارغ. انا لما الرجاله كلهم الرجاله اللي على ظهر الارض يموتوا واحد واحد بعد الشر عليهم الف مره ولا يفضلش غيرك انت اسمح لعقلي يتوسخ بالتفكير في جوازك انت. طبعا لا ولا كمان يعني القلوب عند بعضها. لما يفرغوا الستات اللي في العالم واحده واحده سلامتهم ان شاء الله يا رب ما يفرغوا ابدا. امال مين اللي كتب في الجورنال؟ وانا مالي كان ابويا فاتح جورنال. اه لازم انتم بقى. لا هم هم انا مش شغلي. انا اللي افهمه انكم انتوا اللي مسؤولين عن المستخدم بتاعكم. مسؤولين ازاي؟ همر عليكم بعد ساعه واحده. قدامكم حاجه من الاثنين، يا اما تدفعوا مبلغ ال 3000 جنيه دول على غير مليم يا اما ايوه احنا في عرض اما دي يا ست عزيز. اما المستخدم ده قليل الادب. لا برابون اخلص يا اما يحك مناخيره في الارض ويطاطي دماغه ويركع تحت رجلي ويطلب جوازي رسميا قدام شهود. جوازك؟ وانا اخذ بكل احتكار. بكل احتكار؟ طب افرضي استحلتيني ومشيتيها جد بكل احترام. انا استحلك انت يا صرصار يا نمله؟ اه ليه لا؟ انت؟ اه نفسي وحشه. ساعات الواحد يحب يرمرم كده كده يعني. امشي. انا مش بس اقودك وابهدلك واهزئك واشتمك وتف في وشك كمان. تف في وشي؟ ايوه تف في وشي عليك يا منجوز انت لايم عليك. تف في وشي ازاي؟ ويجرى امسحك. هي هتمسك ده اللي تف في وشي اعضه من كتاكيت شفايفه. ده انا اللي تف في وشي اهبشه من خدوده. طب وريني كده. انا اللي عضت في وشي. انا فاهم اعمل ايه. طيب ان كنت جدع. ها لا الله يسامحك. ولا يهمك انا سيدي. روح له ايوه روح له. اسمع نعم. ايوه استفدني. ايوه قالت الحق الشاي بيغلي جوه على السبرتايه. ما فيش السبرتايه؟ لا فمالها مينا لقمه يا اخويا. شيكابيكا شيكابيكا. لازم اموته زي ما جننه لازم افقسه. شيك الما بعد ساعه ساعه واحده ساعه 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 بعد ساعه ساعه وبس ساعه وبس. دي لها حته في المنصف الحرج اللي احنا فيه ده. دي المصيبه اللي طبقت علينا. لا حول ولا قوه الا بالله. عليه العوض اتخربنا واللي كان كان. الله يجازي اللي كان السبب. يا مالك الملكوت يا رب. في وعد قلتم اتشنشنوا انتوا رجاله انتم ولاي
هي مش بتقول عايزه تتجوزوا؟ اه بتقول عايزه تتجوزوا. نجيب كماشه ونطلع لسانه من بقه عشان يقول لها اتجوزك. لا من غير كماشه يا حازم نتجوزوا. ايه يا راجل نتجوزوا ازاي يا جدع انت فاهمنا؟ ليه لا ما عندناش بنات يا بلقيس. بلقيس راحت فين؟ بلقيس؟ ايوه بلقيس. هو مش جوحه اولى بلحم طوره؟ طوره والله طوره دي ما جاش على بالي يا اخويا. ايه رايك يا حسن بيه يا اخويا؟ ايه رايك معاك حق يا اخويا؟ كسر حجك وعامل لي كهين حضرتك؟ كهين ده انت ولا كهوه؟ ده انت راجل، ده انت الشيخ راجل. مش شكلين انطي وعباس تحت بطني والكمبيالة تندفع والمحل يتنغنغ وخلصنا من كونترات وما خلصنا زي بعضه ايد وتفرغت في اختين. والله يعني هي من جهة الفكرة كويسة كويسة بس بالقيس. انتوا ما عندكوش فكرة عما نشوفية دماغ بنتي بالقيس تتجوز عباس؟ ده هو عباس وحش يا اخويا جدع مسمسمون زي طبق كشكي على فتحه بالتهنيه. كلنا كويس انا ما بقولش حاجه بس انتوا ما تعرفوش بنتي وتصميمها ونشوف راسها. لا تصميمها ولا حاجه. الحديد بيلين الصلب بيسيح كلمه مني كلمه منك حدوته من كهين. تعالوا الله يعني ما عنديش مانع على شغاره لعماء القفه عيون. يا ريت يا سيدي يا ريت. يلا يا سكوت. هو صحيح جدع كويس وما يمه متربي في اوكسفورد ولا في السربون؟ من سربون تعال شوف. اه يا ابنسه يا ولاد اللذينه محتارين يحلقوا على الجدع منين ولا منين. طولوا بالكوا عليا. عباس افندي يا ابو العبس يا ابا العبابيس. ايه حبابيس دبابيس؟ تعال تعال او تشرب الشاي يا اخي. ايه عايز ايه؟ مقلب 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 ايه؟ مقلب بيتفضب لك يا خيبه. مقلب احكي لي قول لي. عايزين يخبطوك هدر يجيبك على الدور رقبتك. يا خبر هدر ايه من اي ناحيه يعني؟ عايزين يكلفتوك ويدفعوك ال 3000 جنيه بتوع الكمبياله. انا ادفعهم؟ دول فنومك. انما اتفحب علي اساس سلفه يعني؟ لا مش سلفه إيه؟ لعبه 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 امريكانيه. لعبت عليهم مصاريف بطنهم. لعبت ايه يا واد احكي لي؟ هيجوزوك بالقيس هاني. ايه؟ بالقيس بنت حسن بيه. انت بتقول ايه؟ سمعتهم بود؟ كانوا عاملين مؤتمر هنا دلوقتي ومرقص يقول نجوزها له وحسن يقول ايش ممكن سرع. طبعا يا اخي مش ممكن ترضى مش ممكن تقبل. ليه؟ ده انا مره غلطت وقدمت لها ورده كان حتى قدامك الكلام ده. اه كانت عايزه تحطها في حمض فنيك قبل ما تاخدها من ايدي. هتقبل ازاي بقى؟ ايوه بس المره دي بقى نعم مش بكيفها مش برغبتها يعني. عايزين إيه؟ يجبروها بالعافيه. يجبروها على الجواز بالعافيه؟ اه ايه الكلام الفارغ ده؟ دلوقتي تشوف جبت منين الكلام ده؟ ابوك ينزل القدام وانت تقفي تتفرجي. سامع؟ ايوه سامع التعابين سامع التعالب سامع. يا دي الكسوف يا اخواتي يا دي الكسوف. الله اودي وشي فين قدام البنت يا اخواتي. انت مالك يا اخي؟ مالي ازاي يا جدعان؟ انت ما انت السامع تقول عليا دلوقتي زايقهم محرضهم عاوز ابيع فيها واشتري. يا حبيبي انا ده كان بيحبني ذنب ايه؟ ده كان ميت فيا. بيقولوا لها بحبها قال انا ميت فيها قال. قال عايزين يورطوها. طب اوعى بقى. لا لا اوعى اوعى اقول لك. الظروف زي دي راجل ندب راجل ما عندوش ضمير. لا احنا مش ممكن اسكت بقى. هتعمل ايه بس؟ اوعى بالوش. انا ما اقدرش استحمل الكلام الفارغ ده. هخش جوه هكدبهم قدامها هقول لها انا طلبتها ولا بحبها ولا عاوز اتجوزها ولا حاجه. وليه اللفه دي كلها؟ هم مفهمينها انك انت بتموت فيها قابلها انت وفهمها بالعكس. يا بالقيس هاني انا بالمفتوح كده لا بحبك ولا بموت فيكي ولا اتصورك حتى. تخلصها هي من ورطتها وتخلص ضميرك انت. ايوه عندك حق مفيش غير الطريقه دي. واعطيه نعم يا مروز هندي. يا عم عباس هندي شويه. حاضر بس يا عم ادي الجمل وادي الجماد خش قلبك سجل حديد تخلي قلت لك عليه ما تخافش. ايوه هتخلي كل حاجه. انا مش هسكت. لا انا هكشف ستروهم واحد واحد. عباس هندي اكلمه لوحدي. عباس هندي كمان ايه في ايه؟
تعال اخبط لك شويه كونيك علشان تجمد قلبك وما تخليش قلبك حاجه. ايوه احسن برضه فكره. وانا هوديهم في 60 داهيه وانا هسكت. ليه بلعب؟ استنى عليا. هات يا واد هات. ايوه اسمع يا عباس يا فندم. ايوه بس دقيقه واحده. هات يا واد هات. اسمع يا عباس يا فندم. لا اسمع انت في الاول. اسمع ايه؟ هقول لك حاجه. هات يا واد. تعالى هنا. انا ليا معاك كلمه ورد غطا. انا ليا معاكي كلمه مكشوفه من غير غطا. انا بكل صراحه بكل حريه اؤكد لك اني وانا بكل كلامه بكل صدوقيه افهمك اني انك ايه؟ هقول لك حياتي يا واد. عطيه. ايه انت عبال انت يا عطيه؟ حاضر. ايوه يا عباس افندي، عايز تقول ايه؟ يا بس بالاس يا بالاس هانم. انا أكرهك. كده؟ أيوة كده. أكرهك. 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 من جوه قلبي. أكرهك. بشكل جامد أوي. أه لو تكرهيني نص ما بكرهك. نص بس نص. هو خد الشرب وراح على طول. أنا كنت فاكرة غير كده. غير كده يعني إيه؟ غير كده يعني إيه؟ بحبك؟ بلاش كلام فارغ. بحبك يعني إيه؟ صرصار زي أنا يعرف حاجة اسمها حب؟ أنا بكرهك. بكرهك من جوه قلبي. بيكذبوا عليكي كلهم. ما تصدقيهمش. نفسك في الخرشوف؟ خلاص كلي خرشوف. ما تاكليش مسقعة. اه هم عاوزين يجبروك على المساقعه. انا فاهم علشان الكونترات مش كده؟ كونترات اهو. اتفضلي قطعي بالليل واشربي ميته زي ما انت عايزه. ما تاكليش مساقعه غصب عنك ابدا. مساقعه كمان عندها كرامه. ادلقيها بالشباك، احدي فيها بالزباله. المساقعه ما تتاكلش غصب عن حد ابدا. ما تاكليش مساقعه. انا بكرهك والله العظيم بكرهك. بكرهك. انت يا سحسن بيه، انت يا سيبارس، تعالوا هنا يا حرامية يا نور، تعالوا هنا، تعالوا تعالوا تعالوا. بلاش نعمل بلاش كلام فارغ. مفيش مسقعة، مش ممكن تاكل مسقعة غصب عنها ابدا. الكونترات بتاعكم في ايدها اهو. خلاص مش عايز منكم حاجة، لا 20 يوم ولا 20 ثانية ولا 20 مليم كمان. بس يعني الشرط الجزائي يا سي عباس طلبوني بيه في المحاكم هدفعه، بس اخلص من خلقتكم العكره. خلاص ما بشتغلش عندكم. مفيش لا حسن، مفيش لا مرقص، مفيش لا كوهين، مفيش مسقعه، مفيش مسقعه، مفيش. طب غير مسقعي؟ واذا كان على شيكاب ام هي عايزه منكم كام؟ 3000 جنيه. ادفع بس اخلص من وشكم. النبي ادفع زي ما انتوا عايزين. دلوقتي اصلك الطيب ظهر دلوقتي. بس يا عبا اكتب يا اخوي، اكتب 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 يا عم. ايوه اتفضل. ايوه بس خلاص خلصت منكم، استقلت، هرتاح من وشكم. عايزين مني حاجه تانيه؟ لا. اسمع يا عباس، قرب جنبي. نعم قرب جنبي. خش عليه. قرب كمان، قرب بجر. عايز اقول لك كلمة سر. نعم. اكرهك. صحيح. ايوه اكرهك قوي قوي، اكرهك من جوه قلبي، من جوه خالص خالص. بذمتك احب المسقعة، ما كنتش اعرف يا مضروب ان المسقعة تعمل بالشكل ده. بابا تحب تعمل كونترات جديد لعباس؟ لا
بس يا بابا مش لمدة 20 سنة، لا لمدة العمر كله يا بابا. بس على شرط لا يكتبوا لا حسن ولا مرقص ولا كهين، خصوصا كهين ده. ما بقتش آمن لحد دلوقتي غير المأذون. عباس يا حبيبتي يا بلقيس، حسن مرقص وكهين.